يا ريت لو انك خبرتنا بهالشي، ما كنا انجبرنا نتعامل مع ناس ما منعرفهم. اكيد هو شخص معروف. هذا هو شريكك نازلي خان، فريد بيك. فريد اصلا. مرحبا. اهلين استاذ. اهلين. بالحقيقة أنا ما كنت ناوي إنه بيع حصتي، بس فريد بيك كتير أصر وما قدرت إني أرفض عرضه المغري. ما كنت بعرف إنك فت بمجال الأكل والمطاعم فريد بيك. شركتنا على طول بتهتم تدخل بمجالات جديدة، والمطعم هو فرصة ما بتتعوض. عليا، انت عرفاني شو عم تقولي صح؟ لانه هالحكي هاد ما بتصدق بنوب. ليش لا افتري عليهم؟ عم قلك نورمان هي ايد اليمين لاختك ديما. طبعا نازلي بتعرف هالشي، بس عم تحاول تخبي الموضوع. مين قالك هالمعلومات؟ انا سمعت البنات وهن عم يحكوا بالموضوع. طبعاً أنا ما عم أقول إنه نازلي وحدة مو منيحة أبداً، بس بنفس الوقت أنا بلومة كتير. مو قادرة نصدق. قصدك إنه عم كذب؟ ليك نازلي موجودة، روح واسألها. يلا روح واجهها. ماشي. امتى خططت لموضوع الشراكة هاد؟ موضوع مثل هاد ما بده تخطيط نازلي. أنا ما كنت بعرف إنه بتاخد قراراتك بهاي السرعة أبداً. فيني أفهم ليش هالموضوع مضايقك لهالدرجة؟ أنا ماني متضايقة بنوب، أنا بس مستغربة إنك كنت عم تخطط لهالشي من وراي. وأنا كمان استغربت وقت اللي استقلتي ورحتي فجأة من دون ما تتركي أي تبرير يشرح تصرفك. معناته أنت بهالتصرف عم تنتقم مني فريد بيك؟ نازلي فهميني أنت شو عم تحكي؟ هذا استثمار، يعني ما في داعي إنه تحللي بنوب. في 1000 مطعم فخم باسطنبول كان ممكن إنك تشاركهم. مطعمي كله هالقد، ليش ما شفت غيره؟ لأني بوثق فيكي. أنت كتير موهوبة، وأنا متأكد إنه هذا المطعم رح يكون أحسن مطعم باسطنبول. وبصفتي مستثمر رح تكون هاي فرصة لوسع مشاريعي، هذا كل شيء. وهلأ بالإذن رايح شوف مطعمي الجديد. الشاي صار جاهز. ما بعرف شو صار بيناتكم، بس واضح انه فريد بيك ما بده يتخلى عنك. كل ما بهرب من طريقه بلاقيه معي بكل خطوه. بس انت ليش بدك تهربي؟ ليكي حبيبتي، هربي وانفدي بريشك، لانه بكره رح تتورطي ووقتها ما رح تقدري تنسحبي. روحي. قلي لشوف، مين هو يلي وصل لك هاي المعلومات عزيز؟ مو هاد موضوعنا. جاوبيني على سؤالي ديما. نورمان هي اللي بعتت الوثيقة اللي استخدمتوها وقت المحكمة وخلتكم تكسبوا القضية؟ مو صح هالحكي. أكيد يلي وصل لك هالمعلومات بده ينزع العلاقة بيناتنا، أنا واثقة من هالشي. اختي، أنا بدي أعرف الحقيقة. نورمان ساعدتك بالقصة؟ لا تحاولي تلفي وتدوري، احكي وخلصيني. قبل المحكمة بكم يوم تواصلت معي نورمان اختها لنازلي. صح، نورمان هي اللي صورت الوثيقة، وطبعاً نحن استخدمنا هاي الوثيقة بالمحكمة وكسبنا وصاية بدر يلي هي أساساً من حقنا. نازلي بتعرف بالموضوع وخبته عنك. خربان مو هيك؟ مع الأسف. ماشي حضرة المستثمر، سويت جولة على المطعم؟ ايه وسجلت ملاحظاتي، أنا لازم أرجع على الشركة هلأ. عفوا، شو قصدك بملاحظاتك؟ معلش توضح لي شوي. شو نسيتي إنه أنا شريك بالمطعم؟ وهي الشراكة ما رح تكون على الورق وبس. أنا متعود أدرس كل مشروع بفوت فيه. مشروع؟
هذا مطعم مانو مشروع، يعني ما بده كل هذا الشيء. نازلي، حتى هذا المطعم هو مشروع ولازم اتعامل مع اي مشروع بجدية. هذا اهم سبب للنجاح بالشغل. بكرة بتشتغلي عندي وبتعرفي شو بقصد. اشتغل عندك؟ فريد بيك، الواضح انه حضرتك فهمت الموضوع بشكل غلط. يعني انا هلأ ما بشتغل عند حضرتك، انا وانت شركاء. هذا اول مشروع بالنسبة اليك وما عندك خبرة، انت محظوظة اني انا جنبك. لازم اوضح لك شيء كتير مهم فريد بيك، انت ما فيك تحرك ولا كرسي بهالمطعم بدون ما تخبرني. نازلي، انا برأيي تهتمي بموضوع الاكل، يعني مثلا نحن من وين بدنا نجيب الخضرة وشو هي احسن الانواع، وتركي باقي القصص علي انا. فريد بيك، لحظة، بلاها هاي بيك مفهوم؟ بكرة بتشوفي قديش وجوده معك مهم لينجح المشروع. ميمار، حبيبة قلبي، قليلي انتي معه ولا معي؟ لا، أنا مع الحق، فريد بيك عنده خبرة كبيرة بهذا الشغل، برأيي نستفيد منه وما نعنده بأي قرار بياخده. ليش يا حبيبتي؟ ليش قليلي؟ ليكون مفكر حاله أينشتاين أو مكتشف الجاذبية الأرضية؟ واضح أنك مو فهمانة شو عم أحكي، تعالي لأشرح لك يا روحي. لولا نورمان ما كنا هلأ وصلنا لهي المواصيل عزيز. موضوع وصاية بدر مثلا ووجودنا هون بقوة، والله ماني عارفانة كيف بدي رد لها المعروف. عزيز، ما فيني شوفك مهموم. إذا مشغول بالك بخصوص بدر هو كتير منيح، لا تقلق أبدا، وكون واثق إنه يلي عملناه لمصلحة بدر. نحن مو هدفنا نأذي أي شخص، طبعا ما عدا فريد. ونازلي شو؟ نازلي هي متورطة بالقصة، صح ما شاركت بالموضوع بس خبته عنك. هي ما إلا ذنب بنوب، عم تحاول تحمي أختها نورمان، وبعدين أنتو يلي ورطتوها. كوني واثقة إنها عم تتعذب كتير. معك حق، نازلي ما لها ذنب بالموضوع بنوب، بس يا ترى شو رح يكون رأيه لفريد وقت يعرف بالموضوع؟ صح نازلي كان كل همها بهالتصرف إنه تحمي أختها الوحيدة نورمان، بس بنفس الوقت هي خلت فريد يخسر. ولا أنا غلطانة؟ فريد خسر وصاية بدر يلي كان عم يقاتل مشانا، وفوق هذا قدرنا نفوت على الشركة. يعني إيه؟ إذا عرف إنه نازلي بتعرف بالموضوع رح يقطع علاقته فيها وما بقى يشوفها بحياته كلها. تعا بدي ورجيك شغلة كتير مهمة. شوف شو هاي؟ بهاي الفلاشة موجودين الصور يلي استخدمناهم بملف المحكمة، وفيها كمان وثيقة رسمية بتقول إنه هاي الصور تصورت بموبايل نورمان، يعني هذا دليل واضح. وهلأ كل واحد رح يشوف هاي الوثيقة عزيز، رح يكون متأكد إنه نورمان ورا الموضوع، وطبعاً وقتها ما فيك تنكر. لهيك اسمعني منيح شو رح أقلك. إذا بدك تشوه صورة نازلي بعيون فريد، مستحيل تلاقي أحسن من هيك فرصة. هالتصرف وسخ كتير، اخترتي الشخص الغلط. عزيز، إذا إجا شي يوم وغيرت في رأيك أكيد بتعرف شو رح تساوي معك. ايه، هاد غير قصة عزيز. الموضوع كتير واضح فتون، بس أنا عم أعمل حالي غبية، وفوق هاد ما قدرت احكي معك، لهيك حسيت حالي رح اختنق. والله انا زعلت كتير مبارح مشان عزيز نازلي، لانه حط حاله بموقف كتير محرج، ما بيستاهل اللي صار معه. انا بعرف انه هلا قاعده عم تلومي حالك انه انت المسؤوله،
كوني واثقة إنه أنت مالك ذنب، اتفقنا؟ إيه والله فتون، صحيح. رح حاول إنه من هلأ ورايح مالو ومحالي، أنا بدي حل الموضوع من دون ما حدا يزعل مني. أنا بحبه العزيز كتير وماني حابة إني أخسره بنوب. بنفس الوقت عندي مشكلة تانية موجعت لي راسي، فريد أصلاً ضروري إني لاقي حل معه، لك أنا ما عم أقدر أهرب منه، إذا بطلع على القمر بيستأجر صاروخ وبيلحقني لهنيك. إن شاء الله مفكرة إنه نروح على القمر شغلة سهلة، وبعدين السياحة لسه ما بلشت، غير إنه غالية، لهيك أنا بشوف حسب وضعك المادي إنه تركبي الباص وتهربي على الضيعة بيكون أحسن. إذا رحت على القمر ما فيني أرجع لهون. لك فتون فعلاً الموضوع مو سهل أبداً، أنا على طول بلاقي بوشي وين ما رحت، قدمت استقالتي وما مشي الحال، كأنه كل اللي حولي بدهم ياني أعترف إني بحبه، وشكلي لازم أعترف عن قريب. تعترفي؟ إيه. أنت واثقة من حكي؟ طبعاً. بس أنت آخر مرة قلتي نفس الشي، أمتي رحتي لعنده بستي ونمتي بحضنه كمان. والله كنت رح قله. بدك تقنعيني هالمرة غير؟ بكرة رح تشوفي إنه الموضوع مو مثل ما أنك متخيلة. هاتي لشوف كيف بدك تخبري، كيف رح تبلشي بالموضوع؟ والله ما بعرف يا فتون، بس خليني أخلص من هالعجقة بالأول وريح راسي، لأنه في ألف شغلة عم تدور بعقلي، وبعدين بروح وبقول له كل شي. شو يعني بعدين؟ خلصنا بقى فتون، قلتلك ليرتاح راسي شوي، أنا رح خبره بالوقت المناسب وما رح أتأخر بالقصة لا تاكلي همي. ايه بالمناسبة بابا رح يجي بعد شوي وما بيعرف بموضوع الشراكة، قلت بخبره بس مو هلأ، انتي لا تحكي شي. ماشي يا قلبي. ايه تمام خلص بشوفك المساء. كيفك عزيز؟ منيح، وانت؟ انا تمام، شو عم تساوي هون؟ كنت عم شوف اختي بمكتبها. جاية زيارة ولا شغل؟ كنا عم نحكي بموضوع خاص شوي. معناته مو من حقي اسألك شي عنه. وانت وين كنت؟ اجتماع. مزبوط، انت فريد أصلاً. مو سهل بنوب انك تكون رجل اعمال، ما عم يصير لي وقت لأي شي تاني. ايه وشو في كمان؟ عندك وقت نشرب شي؟ لا انا عم فكر روح شوف نازلي واطمن على وضع مطعمها الجديد. سلم لي عليها. فريد؟ بدي أسألك، مبارح ليش رحت بكير؟ رحت وما سمعت الغنية. إيه صارت معي شغلة ورحت فوراً، بسمعها بغير يوم، بس يا ريت خبرني بالموعد قبل بوقت. يعني أنت ما عندك فضول تعرف مين بقصد؟ أنا بشوف إنه الموضوع بيرجع لك، يعني مو ضروري أعرف أمور خاصة فيك. في أمور كتير ما بتعرفها. وأنت كمان سلمني كتير على نازلي. ها عزيز بيك، ممكن توقع لي على كم ورقة؟ ضروري هلا؟ يعني ايه بيكون احسن، خلينا نقعد ونحكي. ماشي. عن جد مستغربة من وين اخي عزيز عرف بهذا السر. كان مو المهم من وين عرف يا ديما، المهم اذا رح يقول هالسر لحدا ولا لا. واذا حكى ما رح يضرنا باي شيء، ما هيك؟ يعني ما بيقدروا ياخذوا بدر منا صح؟ وما فيهم يقلعونا من الشركه، طمن. مو معقول انا وين وانت وين يا ديما؟ اذا وصل هذا الموضوع لفريد رح ياكل نازلي واختها بلا ملح، وهذا الشيء رح ياذينا، فهمتي شو بقصد؟ ايه مزبوط. بالحقيقه نورمان كان إلى دور بلعبتنا، شكله رح نخسرها، بس مو مشكله، في غيره كثير بيتمنوا هيك فرصه. بالله انت شو عم بتقولي لك ديما؟ انا شو علاقتي بنورمان اذا رح تخسريها؟ كل اللي بيهمني انه ما يصير مشاكل بين فريد ونازلي، لانه مو من مصلحتنا. بصراحه انا ما بتهمني العلاقه بين فريد ونازلي حبيبي راكان، يعني ما بيهمني اذا كانوا متصالحين او منفصلين، الشيء الوحيد اللي بيهمني عزيز وسعادته. اذا كان فعلا بيحب نازلي وبده اياها فلازم يروح ويفضح السر فورا. يفضحه؟ طبعا راكان، أنا لازم أروح شوفه قبل ما يحكي شيء. كتير حلو، أنا واثق رح تنجح يا بنتي. الفضل كله بهالشي إلك ولأمي، لولاك أنت وياها مستحيل كنت أوصل لهذا الشي. وأنا بدي أتشكرك كتير كمال بيك، لأنه ما كنت رح أتشجع لولا وجود نازلي جنبي بهذا الشغل.
ما في داعي تتشكري يا خانم، أنا واثق إنه راح تكونوا قد هي الخطوة. وأنا رح ساوي كل جهدي وما رح خيب ثقتك فيني بنوب، ورح حاول إني سدد القرض بأقرب وقت. لا تشغلي بالك بقصة القرض، أنا ماني خايف إنه ما تسددي، لأنه بوثق فيكي. مرحبا، وهذا عصير الفواكه صار جاهز. تفضل. وهلا بعد ما عرفت شو صار، شو رح تعمل؟ راكان أنا بظن إنه هالشي مو شغلك وما لك علاقة. أنا ما قصدي أتدخل فيك عزيز، بس بصراحة الموضوع فيه عذاب ضمير. ضمير؟ أنا قصدي إنه نازلي بالأخير بنت مسكينة عم تشتغل ليل ونهار لتطالع مصروفها، وأنت إذا كشفت سرها فريد وقتها رح يقلب الدنيا فوق راسها ويخليها إنه تندم على عملتها. والله طلعت حنون. من أنت بتهتم بنازلي لهالدرجة؟ لا، أوعى إنك تفهمني غلط، أنا بهتم فيك وفيها مع بعض. ما بدي ضيع وقتي معك بهالحديث، أنا رايح شوف نازلي. عزيز، خلي السر جواتك ولا تخبر حدا، ما في لزوم يعرف فيه أي مخلوق. ليش هيك يا عليا؟ أوه مو معقول، شو هاد؟ شو هاد يا الله؟ طيب إذا قللنا من القلايات لنشوف قديش رح يكون المربح. ايه تمام، هيك منيح. لا مو منيح، هو ممتاز. برافو نازلي، كم شهر ورح تكوني أشهر شيف بكل اسطنبول، والله بتستاهلي. عزيز مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. جيت مشان بارك لك وشوفك شوي وشوف مطعمك. شكرا كتير، الوضع كتير منيح، وإن شاء الله رح نفتتح بأقرب وقت. حلو المكان، وأكيد رح يكون أحلى وقت تحطي لمستك. إيه إن شاء الله. نازلي، بدي أحكي معك بموضوع مهم. عزيز معلش ما نحكي بهداك الموقف لو سمحت. شو بعد؟ أنا ما كان لازم. ساوي هالشي. الوقت ما كان مناسب امبارح للغنية. بعترف إنه أنا غلطت. غير إنه اللحن لساته مو جاهز وبده شغل. لهيك معك حق إنه ما يعجبك. مين قالك إنه ما عجبني؟ واثق من هالشي، أنا كنت عم أمزح. كان المفروض اشتغل على مهلي وبعدين غنيها. طبعاً بالوقت المناسب. أنا بشوف إنه تتركها ومثل ما هي وبدون تعديلات. المحاولة الأولى بتكون أحلى المحاولات، لا تغير فيها عزيز. بجوز إذا عدلتها يروح جمالها. يمكن. أنا ما رح أغيرها. أها، أهلا وسهلا. أهلين فيكي، شو أخبار الشغل؟ كتير منيح. نازلي شو أعمل بهدول؟ تركيهم، لازم نوفر من هون ورايح بكل شي. عزيز، نحن اليوم تغير شريكنا، تعرف مين بيكون؟ مين؟ فريد بيك.
فريد بيك؟ فريد أصلان قصده؟ عفوا عن إذنكم. قالوا نعم. فريد بيك حب يفوت بمجال الأكل والشرب. مجال الأكل والشرب. عزيز تعال لأورجيك المطعم. أكيد بشوفه. يلا تعال. بدك هدول؟ ايه شكراً عزيز. بعتي نسخة للمحاسبة مثل ما قلتلك نورمان خانم؟ ايه بعتها قبل شوي إقبال خانم، وغير هيك جمعت كل المعلومات يلي طلبتيها مني بملف واحد. نورمان رحتي على المطعم الجديد، بظن انه قريب من هون ما هيك؟ مزبوط قريب كتير، منيح إليزا بدي أهرب من الشغل. أنا قصدي مكان مناسب لاستراحة الغداء. سعيد ديما خانم، لازم نحكي عن زيادة ميزانية قسم العلاقات العامة لأنه عندي شوية ملاحظات. وشو المناسبة؟ وشو الملاحظات؟ خلينا نقعد سوا ونحكي بالموضوع. فريد بمكتبه إقبال خانم؟ لا فريد ماله بالشركة، هو مشغول شوي بمطعمه الجديد. أي مطعم؟ اختي وفريد بيك رح يفتحوا مطعم جديد، يعني صار بيناتهم شغل واحد. لسه معنا وقت بخصوص الميزانية، رح نساوي اجتماع عن قريب، عندي موعد ما بدي اتأخر. ديما خانم بالإذن. من وين طلعت شغلة المطعم هاي؟ هلأ إذا كتير محرقسك الموضوع فيكي تروحي معي، لأنه هلأ أنا رايحة لهونيك، وإذا عندك أي شي حابة تسألي عنه أختي بتجاوبك. أنا واثقة أنه رح نستخدم الحديقة أغلب الأوقات، وبعدين فيها تدفئة، يعني حتى بالشتاء ما في برد. أنا مبسوط كتير، هاي حققتي حلمك. شكرا كتير عزيز. هاي طمنيني شو الأخبار؟ منيحة خير، شو جابه؟ كل خير، يعني قلت لحالي بلكي لازمك مساعدة، مو أنا أختك الوحيدة. كيفك؟ أنا منيح، وأنت كيفك؟ منيحة. خبروني صار عندك رفقات بالشركة، بس ديري بالك ولا توثقي بحدا نورمان. انتي بنت حلوة وذكية، ويمكن رح يستغلوا هاي النقطة. ماشي ولا يهمك، رح دير بالي منيح. ميمار جوا مو هيك نازلي؟ ايه جوا. انا بدي فوت شوفها لانه لازم ارجع فورا. خاطر مع السلامة يا روحي. الو كيفك ليندا؟ عندي قنبلة صحفية رح تفجر الدنيا، رح تكون مفاجأة للكل. شوي تاني ورح أبعت لك الصور على إيميلك. وأنا قلت هيك يا روحي، رح يكون سبق صحفي مهم على موقعكم على الإنترنت. إيه فوراً. القصة إنه بده ينصب علي القماش قطن مو حرير طبيعي، البياع حاول يضحك علي بس أنا طلعت قدها. ما اشتريتي؟ طبعاً ما اشتريت لأنه السعر مو منطقي أبداً، أنا بكرة بلاقي أرخص. بس نحن ما معنا وقت يا فتون، يا ريت اشتريتي وخلصتي. قد ما حاولت اشرح لك ما رح تفهم علي، لانه انت عايش بعالم تاني سعيد. مزبوط انا جاي من الفضاء. انا بقصد انك ما عشت الفقر ودقت طعمه المر، انت عندك وظيفه مهمه وعندك بيت وسياره. يعني انا وقت كون عم طالع الليره انت بوقتها بتكون عم طالع المليون. خلص شو رايك ما عاد نحكي بهيك قصص؟ المهم هلا مو المفروض انت تنزعج لاني فصلت بياع القماش؟ لا انا مالي مزعوج لانك فصلتي البياع فتون. ماشي شو رايك نحكي شيء ما له علاقه بالمصاري؟ الله يوفقك سعيد، لا تزعل. انا متوتره هالكم يوم، موضوع المطعم والقرض ومليون شغله قاعده عم تدور براسي بنفس الوقت. انا اسفه كثير. ما في داعي تعتذري، انا اسف لانه عم اضغط عليكي. يعني هلأ اتخانقنا أنا وياك؟ مو بالضبط، يعني كنا على وشك إنه نتخانق بس هلأ اتصالحنا. برأيي لازم فريد ونازلي ياخدوا دروس منا، مو طبيعي شو بيتخانقوا مع بعض. ايه والله معك حق سعيد.
بس بكره المطعم رح يقرب بيناتهم، ووقتها ما رح يستغنوا عن بعض بنوب. لنشوف. وهي الحديقة الخلفية. أوه المكان كتير حلو واسع كمان. مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم. لسه لهلأ ما افتتحنا المطعم، بدي أعتذر منكم. هن ما أجوا مشان يأكلوا نازلي. فريد بيك أنت شو عم تساوي هون؟ عفوا بس المفروض أنا شريك هون ولا غلطان؟ بالمناسبة لليوم لعرفت أنك شريك، ألف مبروك. بس لحظة، فريد بيك لسه ما قلت لي الشباب شو جايين يعملوا هون؟ سيد محمد فيكم تفوتوا وتبلشوا شغلكم. ايه فورا. فريد بيك هدول جايين مشان التهوية والكهرباء والمي والإضاءة وطفايات الحريق. بتعرفي هدول القصص مهمة كتير بكل مشروع نازلي، وقعنا عقد صيانة معهم لهيك لا تقلقي، انت بأيدي أمينة. فريد بيك عن جد معروفك ما رح انسالك يا مو عرفانة شو قلك، بس يا ريت دقيت لي تليفون قبل ما تجي لأنه كل الأمور تمام وما في لزوم للمصاريف. هي التدابير مهمة بكل مشروع، يعني ضروري يجي مختصين ويشوفوا المكان شو ناقصه. فريد بيك أنا ما عندي ميزانية لهالمواضيع، غير هيك مو شايفة ضرورة لهالشي لأنه أنا مهتمة بكل شي، يعني وضع المطعم ممتاز. معناته أنا رح أدفع التكاليف. ما بقبل والله. يعني فهميني هلأ شو بدك؟ الموضوع ببساطة بدي تحطني بصورة كل شي ناوي تساوي، يعني أنا مو شريكتك بس على الورق، أنا مثلي مثلك بهالمكان. وطلب أخير، ممكن تقلل من الشغلات اللي بتعصبني لو سمحت؟ ماشي أنا موافق، بس كمان أنا عندي طلب وبتمنى أنك تنفذي ولا تنسي بنوب. من هون ورايح فريد بيك ممنوعة، بكفي تنادي لي فريد، مو نحن شركاء؟ عفوا يا روحي، بس كان ضروري انه رد على هي الرساله تحديدا. طبعا ولا يهمك، خلص شغلك. ليك سعيد، هداك الزلمه اللي قاعد هنيك عم يتطلع فيني من وقت يلي اجيت له. وينه؟ ليك هنيك. جاي لهون، شو بده منا هلا سعيد؟ مرحبا، اسف على الازعاج. انا مخرج. وش حضرتك كتير حلو على الشاشة يا أنسي. عندي فيلم، وإذا بتحبي فيني أحجز لك دور. صراحة فاجأتني. فكري بالموضوع، وإذا قبلتي عرضي فيك تتصلي فيني. عذروني أخذت من وقتكم، عن إذنكم. بسيطة ولا يهمك. مو معقول أبداً شو بيحبوا إنه يلعبوا بعقول الناس، واضح إنه محتال. أكيد ما رح تتصلي فتون. ما أنا أتصل؟ معقول حبيبي؟ طبعاً لا، نورمان بتحب تفوت بهاي الأجواء كتير. طمن. ماشي، وهلأ بعد التصليحات لازم نبدأ بموضوع الأكل، شو في ببالك؟ ولا شي. لازم تستعجلي نازلي، ضروري نحط قائمة قوية ومختلفة عن أي مطعم تاني بالمنطقة. فريد بيك الموضوع مو سهل مثل ما أناك مفكر. ليك فريد، نازلي بتعرف كتير بالأكل، لا تقلق بنوب. شكرا كتير عزيز، يا ريت الكل يكون مثلك ويوثق فيني. أنا شاركتك نازلي لأنه بوثق فيكي. نازلي؟ ليك شو لقيت؟ ناشرين خبر عنك. مين ممكن يكون ورا هاي القصة؟ أكيد ما في حدا غيره النازلي. مين؟ أنا بقصد راكان وديما، مين غيرهم ممكن يساوي هيك شغلات؟ يعني ضروري أختي هي تكون ورا كل بلوة بتوقع فوق راسك؟ ليش حتى ما يكون حدا تاني؟ أنا بعرف مين هو عدوي منيح، وأنت بتعرف هذا الشيء. بجوز يكون في حدا غيرهم. بكفي، ممكن نشوف شو رح نساوي بالفضيحة بالأول؟ خلينا نتحرك فوراً وننفي الموضوع كله. تركوا هالشي علي، أنا بتصرف.
نازلي أنا لازم روح، عندي شوية شغل ولازم أنه خلصه. إذا احتجتي مساعدة أنا جاهز. شكرا كتير عزيز. بخاطركم. حبيبتي شو رأيك بقصة الصورة اللي انتشرت على مواقع الانترنت وعملت كل هالضجة؟ يعني معقولة تكون ركبت صاروخ مثلا وطارت على الموقع لحالها من دون ما حدا يساعدها؟ وأنا شو بيعرفني راكان كيف وصلت هاي الصورة على الموقع وكيف انتشر الخبر؟ يعني مو انتي ولا هالقصة؟ لا ما لي علاقة. بعدين هاي الصورة شافوها الناس وقت المحكمة، يعني مو صعب أي واحد يحصل عليها. مين إله مصلحة ما بعرف. ها وهذا بالضبط يلي أنا بدي أعرفه. يعني قصة صورة المحكمة صار لها وقت طويل حبيبتي ديما، ليش بقى سربوا الصورة بهذا التوقيت بالذات ونشروها على الإنترنت؟ بكفي بقى راكان، قلتلك ما دخلني. يمكن موضوع الشراكة يلي بينه وبين طباخته نازلي هو يلي فتح عيون الصحافة عليهم. والله فيها وجهة نظر. بما أنه فتحتي الموضوع هذا، أنت شو رأيك يا حياتي بشراكة فريد والطباخة ناصلي يعني بمشروع المطعم الجديد؟ برأيي فريد تسرع بالموضوع. تسرع بالموضوع؟ ليش؟ برأيك كان المفروض إنه يشارك حدا تاني؟ أنا بقصد بكلمة تسرع إنه المفروض كان يحسب حساب سمعة الشركة، وبرأيي عملته هي رح تأذينا كتير. الموضوع ما له علاقة بنوب بسمعة الشركة يا روحي، برأيي إنه الموضوع شخصي له علاقة فينا. مستحيل، مانو مزبوط. الموضوع مانو شخصي وما له علاقة لا فيني ولا فيك. ليش مهتم بالقصة؟ ليش مهتم بالقصة؟ حلو كتير هالسؤال. لا ليش مهتم بالقصة؟ خليني قلك. أولا بجوز الموضوع يضايق الطباخة الحلوة، قصدي شريكة فريد، وأنا ما بدي هالشي. تاني شغلة ممكن تتأثر العلاقة بين فريد ونازلي، وكمان ما بدي هالشي. تالت شغلة بجوز تنتهي الشراكة الجديدة يلي بيناتهم، كمان ما بدي هالشي. لأنه مو من مصلحتي أبداً حبيبتي. حياتي تتذكري شو قلتلك بيوم زواجنا؟ قلتلي إنك بتحبني وما بتستغني عني. طبعاً يا قلبي، بس مو هذا قصدي، أنا بقصد شي تاني. قلتلك وقتها حبيبتي روحي، إذا بدك تتركيني بنص الطريق فروحي هلأ. وقتها جاوبتيني إنه ما رح تتركيني لآخر يوم بعمرك تتذكري. ليش عم تتذكر هلأ هالحكي كله؟ وقلتيلي كمان إنه مستحيل يفرقنا شي غير الموت. شو تذكرتي يا روحي ولا أرجع نذكرك بهداك اليوم يا ديما؟ راكان بعد إيدك عني عم توجعني. راكان اتركني عم توجعني. عم تتوجعي؟ ايه عم تخنقني. ماشي 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 خلاص رح اتركك، لا تخافي لا تخافي. بابا شاف شي؟ لا
لا ما بتوقع ناصلي. يعني من وين بده يشوف هيك شيء؟ هذا الخبر موجود بس على الانترنت ما هيك؟ وعمو كمال شو بيعرفوا بالانترنت؟ اي والله الحق معك، الله يستر فتون. ناصلي بابا رح اعمل لك كاسة شاي واجي فورا. استني شوي، شو هاد؟ هاد موبايل بابا. ناصلي شو قصة هاي الصورة؟ فهميني مين هاد؟ مزبوط هذا الخبر؟ اسمعي، انت وزوجك زودتوها كتير يا خانو. انا شو عم تحكي؟ انا ما عم بفهم ابنه. عن اللعبة الوسخة، انا واثق انه الصور اللي نزلت انتو وراها. وبعدين انا وعزيز تقتلنا على نفس الموضوع، ورح ارجع اقلك الحكي اللي قلت له اياه، وانت حرفة ريد تصدق او لا. انا موضوع الصور مالي علاقة فيه ابنه. هاي اللعبة الوسخة ما بيساويها غير حدا وسخ مثلك انت وراكان. فريد، هاي الصور موجودة بملفات المحكمة، واي شخص ممكن انه يوصلها. انا مالي ذنب بنوب باللي صار. ديما اسمعيني شو رح اقول، بعدي عني وعن نازلي مفهوم؟ يلي عم تساوي عم يضرب الشركة، مو بس عم يضرني يا خانم. انا ما سويت اي شي فريد، انا اخذت موعد من صحفية اقتصاد بكرة مشان يعملوا لنا مقابلة بخصوص شركتنا وفروعها، وهذا الشي منيح للشركة، وهي المقابلة رح تكون كتير مهمة إلنا، وخصوصاً إذا أنت أجيت كونه نحن شركة هون. ولا أنا غلطانة؟ ما في لزوم ديما، أنا سحبت الخبر من كل المواقع وما في داعي برر شي للصحافة، وغير هيك أنا مستحيل أتصور صورة فيها زوجك الواطي. راكان ما رح يجي، بس نحن الشركة، يعني أنا وإنت وبدر وعزيز. لو سمحت تعال. ما بوعدك. معناتها قلق أمك كان بمحله. قالت لي نحن بعتنا بنتنا على اسطنبول مشان تدرس وتشتغل، وشوف هي شو قاعدة عم تساوي. الله يسامحكم، معقول تشكوا فيني بدون ما تسألوني حتى بابا؟ والله أنا ما سويت شي غلط. طيب مين بيكون هاد؟ حبيبك شي؟ لا، ما في شي من هالحكي، الموضوع كله كذب وافتراء، صدقني بابا. فريد بيك هو شريكي وبس. مكتوب هون كنت طباخته، شو قصدهم؟ كنت تشتغلي عند هذا الزلمة؟ بل اشتغلت. وليش ما خبرتينا بالموضوع؟ نحن بهي الفترة كنا بحاجة مصاري، وما حبيت ضايقكم واطلب منكم، وقلت هي فرصة منيحة، مو معقول اني ارفضها. فرصة؟ ببيت رجال عزابة شو هالفرصة هي يا بنتي؟ بابا اطمن، دكتوري بالجامعة هو اللي امن لي الشغل، وانا كتير بوثق فيه، وبعدين فريد بيك شخص منيح. شو هالحكي هذا يا ناصلي؟ هلا بدك تقنعيني انه هالخبر مو صحيح؟ رح شوف اكيد نورمان. فريد بيك؟ هلا انت فريد؟ ايه انا بكون ابوها لناصلي. شو شايفتك هون؟ أكيد أنت مزعوج كتير وجاي تقعد على رواق، ما هيك؟ عزيز، في مجال إنه ننسى اللي صار اليوم ونحكي ولا كأنه في شي صاير؟ أنا ما كان لازم خبرك عن أسرار نازلي، أنا مدري شو بيصير لي أحياناً. بتحكي من دون تفكير. صار يلي صار عليا، وبعدين منيح اللي قلتيلي وحطيتيني بالصورة. حكيت مع فريد أو نازلي بالقصة؟ معقول كون حكيتهم وقاعد معك هون برواق؟ نازلي ما لازم بنوب، ما لازم تدفع تمن يلي عملته أختها نورمان، بكفيها المشاكل يلي عم تصير معها.
هي مو فاضية هلأ لهيك قصص بهذا التوقيت بالذات، هاد غير الخبر اللي نشروه على الانترنت. ايه قريته، فريد أصلان يفتتح مطعم لحبيبته. شو هالمسخرة هاي؟ أنا بظن ديما ورا الموضوع، أكيد هي اللي سلمت الصور للصحافة كرمال تساوي مشاكل بين فريد ونازلي وتفرق بيناته. حكيتها، واللي فهمته إنه ما لها علاقة بنور. وأكيد عملت حالة بريئة ومظلومة، هي إختك وبتعرفها أكتر مني. ديما بس تحط شيء قدام عيونها بتحاول بأي طريقة تحصل عليه، وهلأ بدها ترجع فريد. هالشي واضح عزيز. عليا اختي متزوجة، عيب يلي عم تقولي. انا رايح. رايح تشوف نازلي؟ ايه اكيد بتكون هلأ راحت على البيت، بس لازم نشوفها اذا محتاج شيء. ألو، خير إن شاء الله، شوفي عندي شغل ما فيني إجي. طيب جاي. أنا بعرف من ورا هاي القصة كمال بيك، هدفهم الأول والأخير إنهم يأذوني أنا، وبعتذر كتير إنه اسم بنتك نازلي نذكر بالموضوع. والله نحن مو متعودين على حياة الكذب والنفاق فريد بيك، أنا ومرتي بسيطين، حياتنا كتير حلوة وبسيطة، لهيك منخاف على أولادنا. مو لهي الدرجة بابا، لا تنسى أنه أنا عم اشتغل هون من وقت طويل. لساتك بأول حياتك يا بنتي، أنا كتير مبسوط أنه حدا مثل فريد بيك واقف جنبك، وأكيد رح تتعلمي منه كتير. نازلي بنت قوية كتير وعندها طموح وصاحبة قرار، ولما تحط أي هدف ببالها رح توصل له لو شو ما صار. حتى أنا بالمقابل رح أتعلم منها. معناته أنتوا الاثنين رح تتعلموا من بعض، صح مو كمان؟ وإن شاء الله يكون إلكم نصيب بالسنة الجاية، ويصير مطعمكم الأشهر بإسطنبول. إن شاء الله إن شاء الله. طبعاً رح نحاول. ايه فريد بيك، تعرف تلعب طاولة؟ هلأ أنا ماني كتير صحبة مع لعبة الطاولة، يعني فيك تقول ما كتير بعرف ألعبها. أكيد هاي نورمال. أهلين عزيز. مرحبا فتون. أهلا وسهلا، تفضل. أهلين فيك. هات عمي. شكرا. منيح اللي اجيت، اهلا وسهلا. كيفك عم كمال؟ كتير منيح، كنت عم دور على حدا العب معه، فريد بيك ما بيحب الطاولة. اللي دربت منيح؟ ايه طبعا، اذا بدك نلعب وبتشوف بعينك. اهلا وسهلا. اهلين فيك. يعني ما كان في لزوم شوفك هون، كنت قلي شو بدك على الموبايل وخلصنا. انت مجنونه يا خانم، انت صاير لعقلك شيء؟ ليش وصلتي السر لعزيز؟ معقول تساوي هيك شيء وتفضحي الموضوع؟ ها وليش حتى ما خبره يا باشا؟ استغفر الله. عليا اذا وصل الموضوع لفريد اكيد وقتها رح يقطع علاقته بناصلي، وانا ما بدي وصله لهالمواصيل. اسمع انا اكيد ما رح اجي واطلب منك اذن لكل حركه من تحركاتي، انا مجنونه مثل ما قلت وما بعرف شو ممكن يطلع بعقلي، مفهوم؟ معناته انت الخسرانه، لانه بتصرفاتك هي انت رح تخسري عزيزي يا خانو. اصحي بقى يا عليا، بتعرفي انا ليش اعطيتك سر نازلي؟
بدي تصيروا رفقات وتخليها توثق فيكي وتحاولي بكل قوتك تتعلق بفريد. شو صاير لك؟ افتحي مخك. لازم تعرف يا بيك انه هذا الموضوع مو بهي السهولة ابدا، وبعدين من هون ورايح ما في لزوم نلتقي، رسالة على الموبايل بتكفي. عليا بشير تعال لهون. تعال. انا شو عملت بحالي؟ شو صار لهي؟ امرني. راقبولي هاي البنت بكل خطوة بتخطيها، عم تسمعني؟ حاضر يا بيك. ايه شو صار معكم بالخبر الصحفي؟ انا تواصلت مع مسؤول الموقع مشان الخبر، وعدني انه يحذفه فورا. شكرا كتير لانك حليت هالموضوع، واضح انه كلمتك مهمة. ايه واضح، الكل بيحترمه لاخي. اخوك؟ انا بعرف انكم رفقات وبس. مزبوط، وانا بنفس الوقت بعتبره اخي. علاقتنا قوية كتير ومن وقت طويل. أبي وأبوه كانوا شركاء بالماضي، أسسوا الشركة مع بعض، وبنفس الوقت كانوا رفقات ويحبوا بعضهم كتير، وانتقلت هاي الصداقة القوية لأولادهم. الله يحميكم يا أولاد. تأكدوا أنه الصداقة القوية ثروة كبيرة، وبيكون محظوظ يلي بلاقيها. الجاه والمال هني كسبة كبيرة. الشخص الغني هو يلي عنده رفقات بحياته، طبعاً مو أي رفقة، رفقات حقيقيين. شو رأيك نازلي نساوي مقلب بالقهوة مع فريد بيك ونحط ملح بالفنجان؟ فتون بوس إيدك، أنا مو رايقة بنوب للمزح تبعك يا قلبي، أنا متوترة وبدي هالزيارة تخلص على خير بقى. نازلي شو صار معك بالقهوة؟ يلا بابا القهوة جاهزة. نازلي الله يوفقك، اعطيني فنجانه قبل ما تروحي. استني لا تروحي. تفضل قهوتك بابا. يسلموا حبيبتي، يسلموا. شكرا. شكرا نازلي. صحة وعوافي. حدا قال لك يا روحي انه قهوتك بتاخد العقل؟ ايه والله معك حق عمو كمال، قهوة نازلي كتير طيبة، طبعا هاد غير الأكلات يلي بتساويها. نازلي شاطرة بالطبخ من وقت ما كانت صغيرة، وخصوصا كفتة الطين يلي تساويها بالحديقة. مو كفتة عمو كمال، هي حشوة اليبرق، طبعا وقتها أنا كنت ساعدها شوي، ولهلأ عمو ما بعرف ساوي يبرق بنوب. وبذكر كنت كمان دور على ديدان مشان نازلي تعملن سباكيتي. شو رأيك نحكي بقصص الطفولة بوقت تاني مشان ما نتبهدل؟ معك حق. ماشي. ايه انا بظن انه قرب موعد طيارتي. رح ترجع اليوم؟ ايه راجع اليوم، لانه اجازتي ما انا طويلة، بعدين رايح وانا مبسوط لانه نازلي عندها رفقات مخلصين. لا تاكل هم نازلي ابدا، ما رح نتركها لحالها. ايه شو رايك نلعب طاولة قبل ما اروح؟ مع شوية وقت. بنلعب ليش لا؟ أنا جاهز. كتير منيح. بنلعب برا مو؟ ليش لا؟ يلا تعال. إلي الشرف إني ألعب معك كمال بيك. رح أشتاق لكم كتير. نورمان بعرفك واعي وذكية يا بنتي، لا تعذبي أختك بنوب. لا تقلق بنوب. بابا أنا مزعوجة كتير، كنت حابة تبقى للافتتاح. اطمنت عليكم، بعدين أمك هنيك لحالة، هاي رفقاتكم جنبكم، رح يديروا بالهم عليكم. أنا واثق فيك كتير يا نازلي، وأنت وثقي بحالك. شكرا كتير بابا، ما في داعي تخاف علي، وإن شاء الله رح كون مثل ما بدك. وهي التاكسي وصلت لتاخدك عمو. يلا تفضل بابا. المرة الجاية جيب أمي معك. إيه؟ إن شاء الله. يلا خاطركن. وأخيراً كنت رح موت من الشوق. أنتِ ما صدقتي؟ يلا يا بنات. يا ريت أبي أخذك معه وريحنا.
حبيبة قلبي. اشتقت لك كثير. مزعوجة مني؟ شو رأيك؟ حبيبتي انت غلطتي بالتصرف يا قلبي وانا غلطت بتصرفي اليوم، معناته نحن متعادلين. وبعدين مع هالوضع راكان عيونه، انا بدي اعيش حياة ما فيها مشاكل بنوب، وبتعرف انه نحن تعبنا لوصلنا لهون وحققنا يلي بدنا اياه. انا هلا عم اشتغل بالشركة وبالموقع يلي كنت احلم فيه على طول، وبدر ابن اخي كمان عايش معنا هون. بدي اعيش بسلام راكان، وما بدي شي تاني يعكر حياتنا، لا بشغلي بالشركة ولا بالبيت. حبيبة قلبي خططنا بالشركة عم تكبر وعم تنجح كل يوم أكتر من اللي قبله. معقولة تنسحبي بعد ما صرنا بنص الطريق؟ أنا مو رايقة بنوب وما بدي أحكي بهذا الموضوع، لو سمحت بدي أطلع نام وارتاح شوي. طيب ماشي، أساساً أنا عندي اجتماع هون بعد شوي. بهالوقت هاد؟ إيه، وين المشكلة؟ طلعي على الغرفة غيري ثيابك ونامي. تصبح على خير. حبيبتي عن جد لا تواخذيني، بعرف انه فيقتك من نومك، بس خطر ببالي موديل وما فيني نام من دون ما اعمله يا قلبي. اها الو، ايوه خير ان شاء الله يا بنتي، شو في، شو صاير معك؟ شغل شو؟ مسلسل؟ شو بدنا نساوي هني؟ بدهم مصممين للممثلين؟ والله ما بعرف. بعتذر إقبال خانة وعم أحكي بهذا الوقت، بس بصراحة بدي منك طلب كتير مهم. بدي تساوي لي بحث بخصوص المطاعم الحاصلة على جوائز بطوكيو ونيويورك ولندن وباريس وغيرها من المدن الكبيرة، وياريت بأسرع وقت. ماشي، شكراً كتير، تصبحي على خير. والله محتارة كتير يا بنات، شو لازم أعمل؟ ساعدوني. عن شو بيحكي المسلسل؟ ما بعرف نورمان. صحي قليلي، شو بدهم بمصممة؟ قصدي شو رح تساوي معهم؟ صراحة ما سألتهم، بس بظن إنه بدهم حدا يصمم لهم أواعي، وإلا ليش اتصلوا فيني؟ فتون أكيد وافقي على العرض فورا، بكرة بصير عندك رفقات ممثلين وبتعزميهم لهون وبنتعرف عليهم. نورمان أنا مفكر بالمصاري وإنتي عم بتقولي ممثلين ومدري شو. طيب قليلي إمتى رح تبلشي شغل؟ هون المشكلة بالموضوع، بدهم مني إني بلش بكرة، يعني يوم افتتاح مطعمك حبيبتي نازلي، ولهيك رح أرفض. أنتي مجنونة فتون، هات حلمك، اصحك ترفضي. شوفي قديش ركضت ورا حلمي حتى وصلت له. خدي حبيبتي كيلي يلا، بعدين نحنا رح نوقف جنبك. بس أنتي رح تكوني بوضع صعب ولازم كون معك نازلي. كله رح يكون منيح، اطمني. يعني روح؟ ايه طبعا روحي. معناته رح اتصل برفيقتي وخبرها. يلا خبريها. ومن يومين عرض علي مخرج اشتغل معه ممثلة، واضح انه بواب الشهرة عم تنفتح لي دفعة واحدة يا بنات. ايه وشو قلتي له؟ انا رفضت طبعا، سعيد ما وافق. فتون انا بعرفك بنت كتير ذكية، لك شو صار لك فجأة؟ ليش هيك عم تساوي؟ في عقلة بترفض هالعروض؟ كل البنات بتحلم بهالفرصة. روحتي على حالك تصيري ممثلة مشهورة. نورمان هيك فرصة مستحيل تتعوض مرة تانية. أنا رفضت لأنه سعيد رفض، وبالأخير هذا موضوع بتعلق فيني وسعيد ما بحق له إنه يتدخل. ممكن اتراجع، خلوني اتصل برفيقتي. مجنونة، أنا لو محلا ما برفضه لهالعرض أبدا، مستحيل روحه من إيدي. وأنا وقتك انضربتك كف بنص خلقتك نورمان، وخليتك توقعي ينكسر راسك. وليش بقى؟ خيالي هيك يطلع اسمي على التلفزيون نورمان. ما فيني اتصور نورمان، عقلي ما بيتحمل بنوب. نحن وقفنا الشحن بعد الشيء اللي صار، والشباب كلهم عيونهم 10 على 10. ولهيك أنا جمعتكم، بدي تاخدوا كل احتياطاتكم، وما بدي إنه توسخوا بأي مخلوق إن كان. اسمعوني منيح، يلي عم نساويه مو سهل، خطير على حياتكم، يعني ممكن تكون روحكم تمن غلطة صغيرة. عم تسمعوني؟ لقينا الخاين وهلأ موجود عنا، رح نخليه يكون عبرة لكل واحد مثله. كتير منيح راكان بيك. مو صار لازم إنك ترجع على الساحة؟ ايه بأقرب وقت، أساساً أنا لازمني مصاري. شباب بدي أطلب منكم طلب، حاولوا ما تخلوا البضاعة الجديدة فترة طويلة بالمستودع، ما بدنا مشاكل بنوب. بشير رح يروح معكم هلأ، أنا فهمته شو يعمل. ماشي؟ ماشي راكان بي، ما رح نخليهم فترة طويلة، بجوز الشرطة تجي مرة تانية.
وقت ما رح نفهم. الموضوع ما رح يوصل لهي الدرجة، بس بتعرفوا الحذر واجب، ما هيك شباب؟ ليكو أنا رح أهتم بأي الشحنة بنفسي طبعا، هذا معناته أنه بدي أعرف كل كبيرة وصغيرة عم بتصير، مفهوم؟ رح كون معكن من أول صندوق رح تطالعوا أنتو من المستودع لآخر صندوق، اتفقنا؟ أهلا وسهلا ميمار. صباح الخير نازلي. صباح النور، دقيقتين وبكون جاهزة وبنطلع فورا. ماشي. أنا مو فهمانة ليش لحتى نروح بكير؟ شكلك نسيتي شو بيقول المثل بهيك حالة. شو بيقول المثل يا نازلي؟ خير البر عاجله. ايه برافو، هذا هو. ايه لوين رح نروح هلأ؟ على بيت فريد بيك. وليش بدنا نروح على بيته لفريد بيك؟ لأنه ضروري نشوف بعض ونحكي، هو اقترح يكون الاجتماع ببيته. يلا خلينا نمشي. يا ريت ما قبلتي. واو ما شاء الله، شو هالقصر هذا؟ لسه ما شفتي البيت من جوا يا حبيبتي. فعلا المكان كتير حلو نازلي. ايه طبعا حلو. مرحبا نازلي. أهلين. إن شاء الله ألف مبروك. شكراً كتير، خليني شوفك. أكيد. تعرفي أنا فخورة بحالي، هالبنت هي مسؤولة التنظيف بالبيت. شوفي أنا وين وهي وين. شو قصدك نازلي؟ ميمار قصة طويلة بعدين بحكي لك ياها. فريد بيك شخص ما بيحب الفوضى بنوب، وبيحب كل شيء يحطه بمكانه ويضل بالمكان اللي هو حاطه فيه، ماشي؟ وبما انه شغلك بالمطبخ فانت مكانك هو هون، ما بتخطي خطوه براته، ان شاء الله تكون وصلت المعلومه. ما فيني روح على تواليت؟ شكله المكتوب مبين من عنوانه. ايه طبعا، في تواليت موجود هنيك باخر الكوريدور فيكي تستخدميه، هو خاص للعمال. اذا عندك اي سؤال ساليني الي وانا رح جاوبك. فطور فريد بيك. اهلا وسهلا نازلي خانم، وهي اجانا ضيوف، يلا ورجينا شغلك شو ممكن تحطي لهم الضيافه. تمام، شو رايك نساوي فاصوليا على العشاء؟ كل اسبوع عنا قائمه بانواع الاكل. شوفي هي هي هدول الاكلات اللي بحبهم فريد بيك، ويا ريت تلتزمي فيهم. لا تاخذوني، اهلا وسهلا. اهلين فيك ست اقبال، هي ميمار شريكتي، قصدي شريكتي انا وفريد بيك بالمطعم. الف مبروك. يبارك فيكي. فريد بيك مو هون؟ البيك بغرفته عم بجهز حاله، وأنا كمان بدي أمشي. يلا بالإذن منكم، بالتوفيق. مع السلامة، تعالي نقعد بالحديقة. لا تنسي اللي قلت لك عليه، ماشي؟ حاضر. مرحبا. شو هالضحكة الحلوة يا ديما؟ أخبار حلوة؟ ناشرين بالجريدة عن المنصب اللي استلمته وأخيراً. ديما كايا أوندر، مديرة العلاقات العامة في بوصلة. شو ها؟ حاطين كنيتك قبل الزواج، غريب مع أنه أنت من زمان ما استخدمتيها. أنا طلبت منهم يكتبوا لي اسمي هيك قصداً لحتى أثبت للناس أنه أنا بالشركة كجزء من العيلة، مو كشريكة أو مساهمة عادية بنوب، ولهيك ذكر هالتفصيل مهم كتير بالنسبة إلي. بس أنت على طول بتقولي لي أنك واحدة من العيلة، ما في داعي تثبتي لحدا هذا الشيء. ايه صح، بس اللي عملته كتير مهم حتى ما نشوه صورة شركة بوصلة وتضل شركة عائلية حبيبي. غير هيك أنا مديرة العلاقات العامة وهذا الشيء بهم. بالمناسبة في موضوع تاني كنت رح أقلك عنه حبيبي، عنا جلسة تصوير اليوم المساء مع مجلة ورح تجي على الشركة، كلهم رح يكونوا موجودين. حلو كتير. أنا رايحة على الشركة بعد شوي، رح تجي معي؟ لا ما بقدر روح معك هلأ لأنه عندي موعد ضروري كتير وما فيني أجله. بوعدك بلحقك المساء. راكان أصحك ما تجي، وجودك المساء كتير مهم بالنسبة لإلي. مثل ما بتأمري يا ديما أوندر. تمام، وإذا ضفنا هدول كمان بتكون هيك ميزانيتنا كمية. حلو كتير، هيك بتصير الأمور واضحة أكتر من الأول، ومنعرف منيح شو بدنا نساوي، مو هيك؟ مزبوط طبعاً،
وإذا احتجنا شي فينا ناخد من مكان ونضيف لمكان تاني حسب الميزانية منتصرف. ممتاز. شو رأيكم ناكل هلأ ومنكفي بعدين؟ والله يا ريت، لأني جوعانة كتير. ريحتهم كتير طيبة. شكراً إلك. صحة وهنا. شو طيبين. بس ما بيتقارنوا باللي بتعمله النازلي أبداً. الطباخة كأنهم كترتلوا اللبن، ما كان لازم تكتر، كانوا بيطلعوا أطيب. أنا قلت لها تعملهم مثل ما أنتي بتعمليهم، بس بدها كتير لتصير مثلك. مع الوقت بتتعلم. يلا يا جماعة تفضلوا، خلونا نبلش. ديما، أكيد اطلعتي على أوراق الميزانية ما؟ فريد مو جاي اليوم؟ لا، ما له جاي، وهي الأمور نحن منساويهن بالعادة، وفريد وقت نخلصهن بيطلع عليهن. صراحة أنا بفضل استنى فريد بيك لحتى يجي، يمكن يكون في مواضيع ما تعجبه بهي الميزانية. يعني خلينا نتفق على كل الأمور من الأول. ديما خانم، فريد بيك عنده اجتماع هلأ مع ميمار خانم ونازلي خانم، وطبعاً هو عنده علم بهذا الاجتماع. أنا بسجل ملاحظات وبرجع بوصل له إياهم. طيب المسا رح يجوا مصورين من مجلة مشان ياخدوا لنا صور. أنا خبرته لفريد بالموضوع، بس بفضل أنت كمان تخبريه لحتى ما ينسى، لأنه كتير مهم وضروري وجوده اليوم. حاضر، رح أبعت رسالة لنورمان وهي بتذكره لفريد بيك بالموعد. طبعاً إذا قدر فريد بيك يترك المطعم ويجي المسا. يا ريت تكوني مطمنة، لأنه فريد بيلتزم بمواعيده. سعيد، أنت كمان مدعو على جلسة تصوير المسا، وخصصت لك مساحة 4% من الصورة. عن جد شكراً لإلك، شو هالكرم هاد. خلينا نبلش. هلأ صار لازم نعمل الخطة وكمان نحدد تاريخ الافتتاح. نحن حددنا التاريخ، رح نفتتحه الأسبوع الجاي. ما بتلحقوا بأسبوع واحد؟ منلحق إذا شدينا همتنا، ضروري نستعجل بهالشي. في شي سبب مقنع لهالعجلة؟ إيه، نحن بدنا نفتح المطعم بسرعة لأنه محتاجين للمصاري. أخذنا قرض من البنك وتسديد هالقرض رح يبدأ فورا. وبعدين كل شي جاهز تقريبا، منشوف إذا ضل بدنا شي تاني ومنصير شوي شوي منزبطهم. عقلية صعبة كتير، يعني المهم عندكم إنه تبلشوا. صح فريد بيك، بس منيح شريكتي وحدة يابانية، الأنسة ميمار يابانية بتعرف، يعني أنا ما رح أتصرف لوحدي بعقليتي الشرقية بوجودها. مزبوط. هلأ إذا فتحنا قبل ما نخلصه رح نتلبك وقت بدنا نكمله. إذا عرفنا نخطط صح رح نقدر نخلص كل شي من دون أي مشاكل. مو موافق على الفكرة لأنه رح نتلبك كتير. خلونا نصوت، رح نفتتح المطعم الأسبوع الجاي. 2-1 أنت خسرت. نازلي، حصتكم أنتو التنتين قد حصتي فالتصويت هيك ما له معنى. أنا برأيي أنه وقت نعمل تصويت المفروض ما ناخد مساهمة كل واحد فينا بالشركة بعين الاعتبار. نحن 3 مساهمين مشاركين مع بعض، وأنا وميمار صوتنا أنه نفتتحوا، هي أغلبية مطلقة. ما عم أفهم شي من اللي عم تقولي، هالحكي ما بيمشي بالحياة العملية. حصتكم أنتو ما بتشكل أغلبية. طيب خليني بسط لك الأمور لكان. نحن عنا صوتين، يعني مقابل صوت واحد، واثنين أكتر من واحد، مو هيك؟ خلينا نروح على نقطة تانية. روحي نازلي بيكون أحسن. منيح، النقطة التانية عن الموظفين. أهلين نورمان. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو عم تعملي هون؟ أنا طلبتها، رح تكون نورمان مساعدتي بأعمال المطعم من يوم ورايح. شي حلو، معناها مو مطولين لنفلس. يعني كان لازم لاقي حدا مثلك لحتى يفهم عليكي؟ وين كنا؟ كنا عم نحكي عن الموظفين اللي عنا. هون في نقطة موجودة بالفقرة الثالثة. كيف هيك؟ معقول يعني؟
وله؟ كان لازم تخبريني. يا الله، مو وقته هلأ يعلق. اشتغل وخلصني. ها اشتغل. ألو، يعطيك العافية. بعد إذنك فيني أقدم بلاغ لو سمحت؟ عن عملية تهريب. ايه نورمان، فيكي تعيديلي ملاحظاتك؟ رح تهتمي مار خانون بموضوع تنظيم الموظفين، يعني رح توظفي الجراسين وموظفي الاستقبال، ورح تقابليهم وتفهميهم شو طبيعة شغلهم، وبنفس الوقت رح تكوني مسؤولة عن معاملات الدولة. تمام. فريد بيك، حضرتك رح تهتم بالمكان وتجهيزه، يعني الكهرباء والمي وتوزيع الطاولات والديكور بشكل عام. نازلي خانون، أمور المطبخ وإدارته اختصاصك، شو ناقصه المطبخ من معدات وآلات وكمان موظفين المطبخ، كل هالقصص رح يكونوا مسؤوليتك. بتوقع هيك الأمور منيحة، ومشان التياب بكرة بخبر فتون، مشان تجهزهم يعني. إيه، معناتها توزيع الأعمال فادنا، صح؟ إيه طبعاً، سهل شغلنا، إذا كل واحد ساوى مهامه وخلصها بوقتها، ما بيضل في سبب يمنع أنه نفتتح على الموعد. طيب، والاسم؟ وأي اسم هاد؟ شو اسم المطعم؟ أساساً المطعم إله اسم، فينا نخلي نفس الاسم وهيك منكون وفرنا مصروف اللافتة. لا هالشي ما بيصير، لو سمحتوا الكل يفكر باسم لوقت اجتماعنا الجاي، وطبعاً كمان في قائمة للطلبات، كيف حيكون شكل قائمة الأكل وأنواع الأكلات والمقبلات؟ تحديد القائمة بده وقت، يعني لحتى شوف شو نوعية الزباين وشو هي الأكلات اللي رح يفضلوها. بدك رأيي الشخصي؟ المفروض نخليه أوراق عادية، وبهالحالة بنقدر نغيرهم وقت اللي بدنا كتير عادي، وما رح يكلفوا كتير، ومنضل هيك لنثبت القائمة. شو رأيك نكتب قائمة الأكل بإيدنا؟ هذا المطعم ما لازم يكون بنوب مثل باقي المطاعم اللي موجودة ومنتشرة بهالمدينة، رح يكون له اسم خاص وفي قائمة أكل مميزة، ورح يكون في له زباين مناسبين. مفهوم حكي؟ طبعاً كتير مفهوم فريد بيك. حبيبتي نازلي، هيك مواضيع ما لازم نتسرع بأخذ القرارات فيها، الكل يشوف شغله ويعطي وجهة نظره ومنقرر بالاجتماع الجاي. نورمان سجلي هالملاحظة. اي نورمان، وكمان سجلي ملاحظة. عفوا ما سمعتك منيح. نورمان خانم، لو سمحتي تسجلي انه المطعم بده رش مبيدات وتظبيط بالديكور قبل ما نفتتحه، لو سمحتي سجليون. يلا. حاضر نازلي خانم، انتي بتأمري. وما في داعي تناديلي نورمان خانم، لانه في بيني وبينك فرق بالعمر والخبرة. نورمان بتكفي. هلأ بتشوفي بالبيت شو رح ساوي فيكي يا خانم. مين اجا؟ خير ان شاء الله. اهلا طارق، خير؟ خير ان شاء الله، بعتني لعندك سعيد بيك، قال انه رح تكوني مشغوله بشويه قصص هالفتره، وانا جبت السياره واجيت لساعدك فيهم، يعني سعيد بيك قال لي روح ساعدها وخليك هنيك لتخلص امورها. هو قال لك؟ ايه، يعني مو هيك بالضبط، بس المعنى نفسه، المهم انه قال لي شوف فتون شو محتاجه. حلو، عم يهتم فيني. أنا رح كون مرافقك بهاليومين، أي شي بتحتاجي فأنا موجود هون، مثلاً إذا بدك تنزلي على السوق أو تروحي وتيجي طلبيني فوراً، ورح تلاقيني مزروع قدام حضرتك فتون خانم. شو هالحكي، معقول طارق؟ مو هيك أكيد، بس بهاليومين أنا كتير مشغولة عن جد. أنت مشغولة بقصة المطعم مو هيك؟ لا بغير شي، في عندي شوية قصص هالفترة، هلأ بخبرك بالموضوع ونحن على الطريق. ايه تمام تمام، شوي لكان لجهز الوراق تبعي، وبجهز حالي على السريع، ومنروح فورا. خلص تمام، أنا تحت بالسيارة. تمام، ما رح طول عليك. يلا ناطرك. وأخيرا، هاي صارت القهوة جاهزة، شو رأيك بهالخبر؟ ممتاز، خبر كتير حلو، ألف مبروك. شكرا لك.
وطبعا القصة مو بس هيك عزيز، في خبر تاني اليوم المسحة جازت كرمال جلسة تصوير مع مجلة معروفة وكتير مهمة، يعني كمان هن رح ينشروا صورنا بالمجلة. ليك عزيز بدي اياك تكون موجود بجلسة التصوير اليوم. ضروري؟ طبعا ضروري وكتير، وجودك مهم لأنك شريك بهاي الشركة وإلك أسهمك وكونك كمان فرد من هاي العائلة عزيز. هالمرة مو على كيفك أبدا لو سمحت. مو على كيفي عم تقولي؟ طيب رح يجرك لأنه زوجك وفرد من العائلة. طبعا يمكن إذا خلص شغله عبكير. يلا يا شباب استعجلوا شوي خلونا نخلص شغلنا، حركوا حالكم. أهلين راكان بيك. كأنه الشباب أخذين راحتهم وقاعدين عم يلعبوا طاولة ومو فارقة معهم. شو بشير مطولين؟ كله تمام والأمور ماشية يا بيك. قديش بدهم لسه؟ يعني شي نص ساعة، ضل كم صندوق هدول اللي هنيك. ما بعرف ليش الآن، يمكن بسبب اللي صار معنا بالشحنة الماضية ما بدي يصير معنا شي هالمرة، كله تحت السيطرة مو هيك؟ دير بالك منيح الله يوفقك، ما بدي يصير معنا شي مصيبة. طمن معلم ما في داعي للخوف، إذا ما حدا بلغ علينا فأمورنا بالسليم. إذا ما حدا بلغ علينا؟ يعني مواثق برجال اللي هون أنت؟ شي حلو؟ خليهم يأسرع شوي. حاضر معلم. يلا يا شباب اتحركوا شوي، اتحركوا. لك شو هاد طارق؟ شوف كل هالشحنات، معقول يكونوا عم بيصوروا شي فيلم أكشن لحتى محتاجين لكل هاد؟ لا ما بظن أكشن، لأنه هون ما بيعرفوا يكتبوا فيلم أكشن وحتى ما حاولوا من قبل، ما بيعرفوا يصوروا فتون أبداً. مزبوط، أهم شي لاقي مسؤولة الملابس نسلي هان خانم، شو بدي بنوع الفيلم؟ هلأ منشوف وينها. خلينا نسأل. لو سمحت تفضل. عم ندور على الست نسلي هان، هي بتشتغل بقسم الملابس هون، بتعرف وينها؟ إيه أستاذ بهديك السيارة. شكراً. أهلاً وسهلاً. تشرب شي؟ لا يسلموا إيديك شكراً. العفو. هلأ سؤال، هي شو عم تعمل هنيك بالله؟ مو أنا شو بعرفني؟ يلا خلينا نروح نشوفها. يلا. شو كأنه ما في حدا هون؟ نسلي هان خانو؟ بعدي لشوف. نسلي هان خانو ساعدني خليني اطلع. اي يلا اطلعي. شكرا. نسلي هان خانو؟ نسلي هان انت وينك؟ شوفي. والله خوفتيني. مرحبا انا فتون، حكيتوا معي مشان بلش معكم بالشغل هون. انت فتون تبع الملابس؟ ايه انا. شوفي جبت لك تصاميمي كلهم، اذا عجبوك وكانوا مناسبين باخذ مقاسات الممثلين دغري بصممهم، ما بياخذوا وقت. لا حبيبتي نحن شغلنا مو هيك. اذا عم تشتغلوا مع مصممين عالميين فانا كمان بطلع لك شغل مثلهم. لا ولا هيك، كمان الموديلات بتوصل جاهزه من الراعيين الرسميين. لكن نحن شو طبيعة شغلنا بالضبط؟ شوفي نحن عنا كتير شغلات نشتغلها هون، ما بدي وجع لك راسك بالشرح، تعالي معي انزلي لقلك. يلا تمام. شكراً طارق. وظيفتك هون بهالمكواية، خدي يلا مسكيها. وهي كمان يلا اكوي كل هالتياب اللي هون، اتفقنا؟ شوي وبرجع لك. يلا باي. كل هدول؟ حاسس انه القصص ما عم تمشي مثل ما بدك. ما شو هاد؟ مسك طارق شوي، كيف بدي اكوي بكل هالشوب انا؟ ما فهمت عليها منيح، معقول بدها منك تكوي كل التياب يلي هون؟ دخلك وانا شو بعرفني؟ مرحبا، انا كنت ناطر انه تحكيني بس ليكك اجيتي لهون. ايه والله ليكني اجيت. عليا عليا، شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ كنت مرقة من هون، قلت بستنى وبشوفك شوي. جد شكرا، لما بتكونوا جنبي وبتساعدوني بحس انه بقوى فيكم. انت اصلا بنت قوية كتير وما في شي بيصعب عليك بهالحياة بنو.
شكرا عليا. ايه رح نضل واقفين برا يعني؟ بعتذر منك، تفضلي يلا. هذا هو المطعم. عن جد كتير حلو هالمطعم، وأنا هيك عم حسه. هلأ قبل كنت مفكرة أني بحبه لأنه هو مطعمي، بس لما الكل قالوا أنه حبوه صدقت. أكيد مطعم حلو، وبعدين بترتاحي بالقعدة فيه. ايه وإمتى رح يكون الافتتاح؟ بده شوية شغل، أنا بدي افتتحه بأسرع وقت، بس بتعرفي فريد بيك وعقله، هو حدا كتير بيهتم بالتفاصيل، لو منتركه على راحته ما منفتتحه بسنة. عن جد كتير حلو الواحد يبدأ يحقق أحلامه نازلي، وبعدين أنا كتير مبسوطة أنه أنت وفريد سوا. نحن شركاء وبس، يعني بداية منيحة كتير. شو ما رح نشرب شي؟ وقفوا عندكم، سلموا حالكم فورا، المكان محاصر بدون مقاومة. دول مداهمة، لوين عم تروحوا يا كلاب؟ تعا تعا، كيف بيصير هالشي؟ ما بعرف معلم. سلموا حالكم. يا الله شو هذا مصيبة. اسمعوا شباب شو راح لكم، تعوا عندي فكرة، اسمعوني منيح، لازم اطلع من هون فورا. عم تفهموا علي؟ انتوا هلا بتروحوا بتوقفوا بوشهم وبتلهوهم لبين ما اطلع من هون، لا تخلوني مسكوني، عم تفهموا؟ يلا يلا شوفوا شغلكم بدون مقاومه. يلا سلموا بشير حالكم. اسمعني منيح وفهم شو رح اقول، لازم اطلع من هون لانه كل شيء عملته طول عمري رح يتدمر اذا مسكت. عم تفهم علي؟ افهمني، المساله مساله حياه او موت. معقوله ما في باب ثاني لهالمكان لحتى اطلع منه؟ اكيد في باب ثاني. راكم بيك. شو هذا الباب لبرا؟ منيح هلا انتو غطوا علي مشان اطلع انا وما ينتبهوا ابدا اني. عم تفهم؟ لازم تغطوا علي اذا مسكت مصيبه. يلا استاذ، ما حدا من الممثلين عم بيرد على موبايله، شو رح نساوي؟ انتو محظوظين، رح تصوروا معنا لانه الممثلين ما اجوا. بس أنا ما بمثل ولا حاولت مثل قدام المراية وبخاف من الكاميرا. وأنا كمان ما بعرف مثل. والممثلين خير، شو صاير معهم؟ موبايلاتهم مسكرة ولساتهم ما أجوا، والمفروض نصور هذا المشهد، رح ينعرض المساء. رح ينعرض المساء؟ إيه؟ شو عم تقول أستاذ، معقول هالحكي هذا؟ خلص مثل ما بدك، خلينا نصوره ويلي بده يصير يصير. والله أنت كتير مناسب. رح تكون الشوفير منيح؟ شوفير؟ دورك شوفير مو؟ شو هالحظ هاد؟ يعني مكتوب علي بهالحياة أني يكون شوفير وين ما رحت؟ ما بخجل بهالشي، بس أستاذ أنا ما عندي تجارب سابقة، خايف خجلك وما أطلع قد المسؤولية. والله التمثيل صعب ما؟ لا تخاف اطمن، أساساً رح يكون مشهد حب، رح تحكوا شوي مع بعض وتتطلعوا ببعض، هذا المطلوب وبس. يعني أنا لازم أتطلع هيك صح؟ مثل نظرة العشاء لبعض. نظرة العشاء، تمام حاول. خلص انت اطمن، رح اخذ دور العاشق ورح مثله منيح. انا جاهز طبعا ومتحمس لهالدور وجاهز اني اعمله. تمام تعالوا لقلكم شو السيناريو. عن جد انت مو معقول طارق، شلون رح تمثل؟ ولا يهمك، شو فيها رح نحاول، واذا ما زبطت ما بنخسر شيء، المهم التجربة. نحن صار لنا ذكريات مشتركة، اول شيء قصة الزواج وهلأ هاي. ايه تمام. بدي شوف المخرج. عفوا بس أنا شو رح ألبس، ولا بدك يعني مثل بتيابي؟ خدوهن ليبدلوا. ماشي تعالوا على غرفة التياب. ايه؟ تفضلوا. ماشي جيبوا لي شاي لهون. تكرم أستاذ، ثواني رح نبدل بالشاحنة. بشير غطي علي، احميني يلا. هروب. راكم بك. صابوني الكلاب. معلم صار لك شي؟ بشير لازم اطلع من هون بسرعة، لازم اطلع. ما تخاف اكيد رح نهرب. يلا بشير يلا، لازم نعرف مين بلغ عنا، مين اللي عمل هالعملة ومين بيعرف انه نحن هون. محمود شوف إذا الطريق آمن. يلا فورا.
في حدا. يلا مشي يلا بسرعة. خليكم هون وغطوا علينا. ايه يلا. عفوا، انت متأكد انه نحن هون رح نصور؟ يعني حاسس انه الوقفة هون خطيرة شوي، ممكن نوقع. هذا هو المكان المناسب ورح نبدأ التصوير فورا. يلا يلا. رح نبلش. تمام رح بلش فورا. جهزي حالك فتون. جاهزة مو؟ من أول لحظة شفتك فيها وأنت معي بكل مكان بروحه. بشوفك بشروق الشمس، بشوف وشك على البحر، وبسمع صوتك مع النسمات. أنت أنت شاغلتي لي تفكيري، وحتى صرتي جزء من حياتي، حياتي كلها. عم حس إنه في نار جواتي. أنا كتير عم أتعذب وما عدت قادر أتحمل أكتر، ولهيك رح أقلك كل يلي جواتي من دون خوف. أنا بعشقك بجنون. غبي. كات فتون خانم، شو عم تضربي ولد صغير؟ قوي إيدك شوي. ضربي لا تخافي. عفوا والله مو بإيدي طارق رفيقي وأنا ما بسخفي. رح نعيد 3-2-1. اضربي بقوة فتون. ما بدي وجهك يا الله. فتون الموضوع بيستاهل هاي التضحية. يلا اضربيني أو قلبك. بس هيك أنا رح وجهك. ما في مشكلة أبدا، صحي إيديك كبار بس هنن ما شاء الله طرايا وما بتوقع أنه يوجعوني أبدا. يلا. أنت متأكد؟ طبعا فتون. تمام. من الأول 3-2-1 تسجيل. رح حاول. من الأول؟ ليش؟ كتير طويلة هديك الجملة وصعبة أساسا، أنا بصعوبة لحتى قلتها. طيب من وقت اللي بتقلها رح أقول كل اللي جواتي وبتضربي. تمام؟ طيب ممتاز. يلا بس ممكن 10 ثواني لحتى أرجع فوت بالحالة. رح بلش. يلا جاهزين؟ كأنه الجرافي ما يلي شوي. بسلم ايدك. شكرا. صوي. رح أقول يلي جواتي من دون خوف. أنا بعشقك بجنون. غبي. كات. أقوى بدي. أقوى. رح أقول يلي جواتي من دون خوف. أنا بعشقك بجنون. غبي. كات. بدي الكف أقوى. أول لا تخافي علي. رح أقول يلي جواتي من دون خوف. أنا بعشقك بجنون. غبي. كات. أقوى. أنا بعشقك بجنون. غبي. اضربي بقوة. أنا بعشقك بجنون. غبي. طارق. أقوى. كمان أقوى. كمان أقوى. بعشقك بجنون. غبي. هيك ماشي الحال. طارق حدا يتصل بالأسعار. شو صار لك طارق؟ أنت منيح؟ شو صار له؟ صار له شيء؟ بعشقك بجنون. نحن خلصنا تصوير. أمورك تمام؟ منيح؟ حبك كتير، بحبكم كلكم. ونحن منحبك. أنا منيح، ما تخافوا علي. ما بتوجع بالعادة لما باكل كف، بس إذا إجا الكف على إدني بفقد وعي، لهيك وقعت. بدر حبيبي. لو سمحت ما تتحرك كتير لحتى ما يتجعلك وتيابك، لأنه رح نتصور بعد شوي. طيب. ولا يهمك حبيبي، أنا أحياناً بتتجعلك بدلتي. عمو عزيز. أهلين فيك يا عيون وقلب عمك. شو عم تعمل؟ ولا شي، رح يصورونا بعد شوي، أنا عم استنى. وأنا كمان إجيت مشان أتصور. شو هالأناقة هي يا ولد، رح تكون حديث الكل ورح يغاروا منك. وانت كمان كتير لابقت لك هالبدلة عمي. نحن هيك دايما يا روحي، يعني شو ما لبسنا بيلبق لنا. مبسوطة انك اجيت. شكرا. اوبا. ايه امتى رح نبلش؟ انا مو متعود على هالقصص. طول بالك عزيز، هلأ بيجي فريد ومنبلش. بده يجي؟ طبعا بده يجي اكيد. واو يا ولد، صاير كتير لعيب من بعد ما طابوا رجليك. غمقيلي لون الحمرة شوي. لك شوي شوي علي يا غبي، شبك ليش عم تشد هيك؟ مفكرني ما فيني احساس. اسف اسف، بس مش الحال، الرصاصه طلعت من ايدك. دكتور اطب له جرحه على السريع. شو ناطر؟ بشير الزلمه متصاوب وانا مالي دكتور جراح، عم بعمل كل شيء بيطلع بايدي. قلت لكم من الاول خلونا نجيب له دكتور جراح ونريح راسنا. ما قبلكم. خلص لا تصرعوا راسي، مو ناقصكم. بشير اسمعوني منيح، متاكد ما في حدا رح يجي لهون؟ لا طمن. ديما خانم اخذت بدر وراحوا على جلسه التصوير. تمام، لكن عجل يا دكتور، لازم نروح على جلسة التصوير.
أنا برأيي إنه تضل بالبيت وترتاح. صح الرصاصة طلعت بس رح تتوجع كثير. طيب عجلك أعطيني إبرة مسكن قوية. يلا بسرعة. يلا بشير كفي لف الشاش لحتى جهز الإبرة. يلا على السريع جهز الإبرة على السريع على السريع. بس لو عارفين بلغ عنا مين. أكيد رح أعرفه وقت أنا برجيه شو لازم سوي فيه لهالحقير. رح موته عم يخبر عني لك. هالمصورين كتير احترافيين، على طول رح اتعامل معهم، كتير عجبني شغلهم. شو هالوضعيات اللي عم ياخدها؟ حاسس عمره 70 سنة، مو طفل على هالوضعيات. ايه والله معك حق. عزيز ليك، هاي الصور خاصة بمجلة رجال الأعمال محكومين بالوضعية، يعني المفروض تكون الصور عملية وجدية. ها ليك، وإجا أبو الجدية والعملية. خالي اشتقت لك كتير منيح انك اجيت. وانا كمان اشتقت لك كتير يا حلو. كيفك قلي؟ كتير منيح. مبسوط بالتصوير؟ ايه اكيد. ايه كتير حلو. اهلا وسهلا فريد. اهلين، شو جاهزين؟ طبعا جاهزين. ايه ركامو جاي يتصور؟ ما رح يجي بصراحة، انا حبيت يكون بالتصوير الشركاء الحقيقيين والاساسيين بشركة بوصلة. خد مني شوي. وين نوقف؟ خلونا نعمل تجربة بالأول. اقعدوا هون لو سمحتوا. شكرا. تسلمي. العفو. طارق أنت منيح مو؟ كله تمام خلص ولا يهمك. لا تواخذني، والله مو بقصدي عملت فيك هيك، وهداك المخرج وترني. ليش عمل هيك المخرج؟ ضل كل الوقت عم يصرخ بصوت عالي. شو بعرفني؟ لحظة خليني شوف. ييه. الله لا يعطيني العافية، ليك شلون عاملة بوشك طارق. ولا يهمك فتون. طارق منشان الله سامحني. لا إيه؟ تبالغي، والله عادي ما في شي محرز، شي وصار. أصدقائي يعطيكم العافية. شكرا أستاذ. كانت مشاهدكم فعلا مميزة. طبعا أستاذ، وخدي بيشهد على هذا الشي كمان. بدنا نوقع معك على اتفاق جديد. روق. تفضلي معك. روق. لك تعي. لا تعي. لا بدي. يلا خلص بكفي، لا تمثيل ولا تصميم أزياء، ما بيناسبوني. عفوا، إذا أخذت وشي من هاي الزاوية أنا رح أضمن لك أنه تكون المشاهد عظيمة ومؤثرة أكتر بكتير. أه طارق عم بمزح أكيد. شوف نحن عنا شغل أهم من شغلك. ولازم نمشي النهاية. تفضلي لوصلك. سعيد شو رأيك أعمل إيدي هيك، مو أحسن؟ إيه بلا حلو. حبيبي بدر ماشي. خلي ظهرك جالس. ممتاز، كتير حلو. تمام ثبتوا، خليكن هيك لحدا يتحرك. ابتسامة خفيفة. على مهلك شوي، استنى ما تاخذ الصورة. معقولة تتصوروا من دوني؟ شو هالعيلة الحلوة هاي؟ يلا قربوا على بعض، اضحكوا هيك وارجوني اسنانكن لشوف الضحك وتشكشك. يعني بصراحة أنا كتير فخور بوجودي بيناتكن، كوني فرد من هالعيلة اللي بتجنن. كنت رح أتأخر عليكن، بس عندي ميزة بحبها بحالي كتير. تعرفوا شو هي هالميزة؟ على طول كون بالمكان والوقت المناسب. وعن جد بعتذر كثير خليتكم تنطروا. وين مكاني أنا بالصورة يا ترى؟ عفوا ممكن تتركونا شوي لحالنا؟ ركان تعال معي لو سمحت. شوفي حياتي، يعني أنا فكرت شوي ولقيت إنه من الأفضل بس شركاء الشركة الحقيقيين والأصليين ياخدوا هاي الصورة. صراحة ما بدي يصير لبس بالموضوع، فهمتني مو؟ لبس بالموضوع؟ أنا زوجك ديما، ما في فرق بيني وبينك، ولا نسيتي أنا بكون زوجك ديما خانم؟ يعني على ما يبدو إنكن لسه مو حالين هاي القصة بين بعضكن، ما في أنطركن، عندي شغل. أنا ماشي. فريد؟ بالإذن منكم. برافو، كانت صورة عائلية كتير حلوة. بدي روح. يلا باي. باي عمو. باي. مم
انتي خليكي هون، رح دور لك على مكان تاني بس مو هلأ. سكينتي القديمة، اشتقت لك. أهلا وسهلا فيكي بمطعمي. لنشوف وين بدنا نلاقي لك مكان. نازلي أنا هون بالمطبخ فتون. طبعا بالمطبخ، وين بدك تكوني غير هون أساسا؟ شو عم تعملي؟ السكين تبعك القديمة جايبتيها معي؟ ايه تعالي وبلا غلاصتك، هي السكينة بتجيب لي الحظ، لهيك لاقي لي مكان مناسب لإلها. نازل كتير لابق لك هذا المطبخ الحلو، يا روحي. روقي، في سكينة بإيدي. ايه نازلي، وين رح تعلقي السكين؟ خلينا نشوف هيك. تفضل. سعيد بك، حضرتك طلبتني؟ ايه طارق، شو عملتوا؟ شو صار؟ احكي لي، ساعدت فتون ولا لا؟ طبعا، معقول ما ساعدها للخانم يا بيك؟ رحنا لعند بياعين القماش، اشتريت شوية اغراض، وبعدين انا وياها رحنا على غير سوق، وكمان اشتريت اغراض، ورجعت وصلتها، يعني نفذت كل اللي طلبته مني بالضبط. ممتاز، ممتاز. وليش هيك عم تطلع علي بطرف عينك؟ شوفي، دير وشك لهون. شو؟ شوفي. شو بوشك؟ ليش هيك احمر؟ شوية حساسية يا بيك. لتكون متخانق مع حدا طارق؟ صحيح، تخانقت انا واحد بالطريق وضربني. شو هالحكي يا طارق؟ ليك الزعران كيف عاملين بوشك؟ وكيف قدروا يطالعوا زلمة هادي مثلك عم طوره؟ وانت ضربتهم مو هيك؟ لا والله ما ضربتهم يا بيك. ليش؟ لأنه بنت يلي ضربتني. بنت عملت هيك بوشك؟ ايه بنت، بس ايدها قوية وكبيرة شوي يا بيك. وفتون وين كانت بوقتها؟ للأسف كانت معي، بس لا تقلق ما صار لها شي، كون مطمن على الآخر، ما خليتها تتدخل. سلامتك طارق، بس دير بالك المرات الجاية أحسن ما توقع بمشكلة أكبر من هي. ماشي، عن جد شكراً لك سعيد بيك. شكراً، رح روح. سلام. مرحبا. أهلين وسهلين فيك بمطبخي فريد بيك. شو هالاختراع هاد، من وين جايبه؟ لابق كتير للمكان، شو رأيك؟ حلو كتير. يا ترى شغال؟ ولا جايبه لهون بس زيادة كركبة؟ نازلي، معقولة ادفع مصاري لشي ما بيشتغل بس مشان حطه ديكور؟ لا، انت ما بتعملها. نازلي كنت بقلك خلينا نجربه، بس برأيي تركي الشغل هلأ وروحي. وين بدك ياني روح فريد بيك؟ معنك شايفني مشغولة وعم نضيف؟ رح تمرضي كرمال تجهزي المطعم بسرعة. رح نفتتح هذا المكان بالتاريخ المحدد، ولهيك لازم خلص شغلي. نازلي كلنا لازم نشتغل بالمطعم، أنا وإنتي والكل، بس مو اليوم، عندي اتفاق معك بدي أعمله. فريد بيك شايفني هبلة لحتى وقع معك على اتفاق من أول وجديد؟ مو مثل هداك الاتفاق، اتفاق شفوي. ماشي، شو هو؟ هاليوم ما في خناق بنوب، التوتر والقتال ممنوع، النقاش ممنوع، واليوم انت على كل اسئلتي رح تجاوبي. مننسى كل شي صار معنا بالماضي، وما منفكر بشي بنوب، منبعد عن كل شي بيزعجنا بهاليوم. انا بحاجة هذا الشي عن جد. معناتها منروح على مكان مفتوح ومنشم هوا نظيف. مستحيل، شو مفكر ما عندي شغل؟ قلنا ما في شغل اليوم. بالاتفاق اللي عملناه من شوي ما كان في بند بيقول انه ما في شغل اليوم. والله جد؟ لا ما كان في، وفي مادة بتقول انه ما في نقاش بيني وبينك. هلا الفكرة انه اذا بهالاتفاق النقاش ممنوع، معناتها رح ساوي اللي بدك اياه. بحب هذا النوع من الاتفاقيات، كثير بحبه. ركان، خير شوفي؟ أوصوني. شو عم تحكي انت؟ كيف يعني أوصوك؟ ومين هدول اللي أوصوك؟ مين اللي أواص؟ الشرطة. الشرطة؟ وليش؟ ليش؟ خليني لك ليش. زوجك رجل أعمال، عنده أعمال سرية يا ديما، وهالأعمال السرية حتى أنت يا ديما خانم ما بتعرف شي عنها،
مثل التهريب مثلا، داهمونا خلال عملية للتهريب. بس الشيء الغريب انه يلي بلغ عني مو عرفان اني كنت رح موت اليوم. ركان انت شو عم تقول وشو كنت بتقصد لما قلت لي تهريب؟ شو ست ديما عاملة حالك مو عرفانة؟ ها؟ انت بتعرفي منيح جوزك شو بيشتغل يا ديما؟ لا والله ما بعرف ابدا، يعني انا بعرف انك عملت شوية قصص لتربح مناقصات وكنت تقلي عن هذا الشغل دائما، بس التهريب ما فيني اقبله ركان. شو عم بتقولي يا ديما؟ منين مفكره هالمصاري اللي عم نجيبها؟ ان شاء الله فكرك من هالكم ليره اللي اخذتهم منك لما تزوجنا، ها؟ وفتنا بكل هالمناقصات وخسرنا كل شيء كان معنا، برايك شو اللي مخلينا واقفين على رجلينا لحتى وصلنا لهون؟ مفكره انه كان ممكن نوصل لهون لولا التهريب اللي كنت عم بشتغل فيه؟ مو قدراني صدق ابنه، انا فعلا كثير مصدوم. يعني انا بعرف انه بالتجاره بيكون كل شيء مسموح، بس ما كان في داعي لحتى تعمل قصص خطيره لهالدرجه ركان. في داعي لحتى وقف بوش عيلتك ست ديما ولحتى نافسهم. شو رايك ما عاد تمثلي انك مو عرفاني بالموضوع لانك اكيد بتعرفي الحقيقه. ولا انت كيف بدك يعني نروح على بيت الزلمه؟ اساسا انا المجنونه اللي رديت عليكي. خلص نورمان حش تعيطي يا ربي منك. شو بدك يعني روح على بيت الزلمه لحالي؟ لك فتون شيلي هالفكره من راسك، لانه حلمك بانك تتزوجي لهالزلمه مو معقول يتحقق. خلصي لبس وبلا كثره حكي تاخرنا. شو هاد يا عملتي معروف؟ كملي للاخر. يكون بعلمك مو رايحه مشانك، انا رايحه لانه عندي فضول شوف بيته لسعيد بيك، وبدل ما اقعد هون ومل يعني قلت لحالي بروح بغير جو وبنبسط لي شوي. هي هي كل القصه. نورمان خلص ولا كلمه. هز ملاحظه فتون، متغيره شخصيتك كثير، صايره جبانه مو قدرانه تروحي على بيت سعيد لحالك، وكمان اجاك عرض تمثيل ورفضتي. لك جدبه هالفرص بتجي مره واحده بالعمر، شبكي انت؟ انا ما بدي هالقصص، ما حسيتها بتناسبني. المخرج بخليك تعيدي المشهد مليون مره، واذا حبيت تشوفي كيف طالعه على الشاشه ما بيخلوكي. مو معقول. امتى رح تنعرض؟ قالوا لك؟ قال اليوم المساء على اساس. ايه ممتاز، معناتها منشوفها نحن وسعيد بيك. ادعي تطلعي حلوة على الشاشة. اسمعيني نورمان شو بدي أقول، ما بتحكي بالموضوع بنوب، ما بدي سعيد يعرف إني مثلت أبدا. سمعتي شو حكيت؟ آخ منك فتون، كأنه هو رح تفرق معه يعني. إيه إذا عرف أو لا، أنت ليش بتكبري القصص وبتعملي من الحبة قبة؟ شي اللي بعرفه عن سعيد أنت ما بتعرفي ست نورمان، سعيد بيك ما بيحب قصص التمثيل بنوب وبيعتبرها سخافات. لكن شو بدنا نساوي عنده كل هالوقت؟ والله ما بعرف، يمكن بدنا نحضر فيلم. بدل ما تحضري الفيلم كنت تشاطري وقبلي مثلي. افتحي هالباب لناخد تاكسي ونروح. تاكسي شو؟ رح نروح بالمواصلات. بلش التعتير من اول المشوار. يا ربي دخيلك. تعرف هنن عاملين مطبخ حلو كتير، يعني صح في شوية نواقص هون، بس ما أنا مهمة كتير، فينا نتغاضى عنها، الأغراض الموجودين بكفوا. إذا كان بدك تغيري أي شيء هون فبرأيي هذا أكتر وقت فيكي تطلبي فيه وتتمني، لأنه وعدتك ما في نقاش ورح ساوي اللي بدك. ما تفكر بهالطريقة، ما رح استغل الاتفاق بنوب، بالنهاية ميزانيتنا مشتركة، يعني المصاريف مو بس منك ومني كمان، فلهيك مو متشجعة كتير غيره. على كل حال خلينا نترك هلأ قصص الميزانيات والشغل اليوم على جنب. ايه كونه ما رح نروح على مكان، خلينا نعمل شي طبخة، شو رأيك نازلي؟ بس لحظة، بدك يانا نطبخ سوا؟ يعني حضرتك رح تساعدني؟ يعني رح ساعدك إذا احتجتي أي مساعدة. يعني خليني أكون صريحة معك، حجمك مو مناسب للمطبخ، آخذ مكان كبير. بس معلش رح أغض النظر اليوم، في شوية أغراض هنيك للطبخ رايح أجيب، لنشوف شو بيطلع معك. راكان؟ ايه ديما. أنا قلقانة عليك، أنت منيح؟ ايه منيح، لا تقلقي مثل الغزال، لا تخافي علي بنوب. عقلي ما عم يستوعب اللي صار، بسهولة قدرتوا تهربوا من الشرطة؟ بقصد إنه ما تركتوا وراكم ولا أي دليل؟ لا ما بظن، اساسا ما في مشكله، انا اجيت على التصوير واذا سالوا عني ففي شهود على مكان وجودي. اخ ركان اخ، انت ليش عم تفوت بهيك شغلات وسخه حبيبي؟ ما بتحسب حسابي مسكوك؟ لا تقلقي،
الندل والحقير اللي بلغ عنا اليوم ما عطى اسمي للشرطة. أكيد لو عطيهم اسمي كانوا قبضوا علي هلأ. الله يسلموا لهالغبي عطاهم بس مكان البضاعة المهربة، فكوني مطمنة. أنت بتعرف مين ممكن يكون بلغ عنك؟ بتوقع أكيد واحد من المقربين مني جدا هو اللي عمل هالشي. كل الوقت عم فكر وفكر بس مو قادر لاقي شخص عنده الجرأة ليعمل هالعمل الوسخة معي. يعني لو كان شخص غريب كنت بعرف، بس يا ترى مين هذا الشخص اللي حاقد علي لدرجة يعمل فيني هيك شيء؟ مقبول شغلي هيك؟ ماشي حاله منيح، بس والله مو فهمانة ليش هيك عم تعملهم. طيب وشو رح أعمل بعدين؟ أول شي بنعمله بنحط البطاطا بالمقلاية. أه. حطن وبعد نبهتك قبل، ورجيني شو صار بإيدك. بسيطة، احترقت إيدي، ما صار شي. لا مو بسيطة، ما رح أسمح لهم يقولوا إنه نازلي بتحرق إيدين تلاميذها. نازلي مو محرزة. لك كيف مو محرزة؟ رح توجعك كتير هلا. نازلي بسيطة، روقي وما تخافي. لا ما رح روق، خليني روح على الصيدلية لحتى أجيب لك شي مرهم للحروق. نازلي خلاص روقي. إيه تمام رح روق، بس رح أجيب لك مرهم حطلك عليها. يلا قلي شو الشغلات اللي تعلمتها اليوم مني سيد فريد؟ أولاً الشخص اللي عنده مطعم مو ضروري يصير شيف. ثانياً كل واحد إله شغله بالحياة. وثالثاً رح كفي شغلي لحالي. يعني استغنيتي عني مو هيك؟ رح أقلك شي بهالخصوص، الشي اللي اشتغلته هلأ ما نو سيء كتير. لا تفكري حالك بما أنه لبستي المريول أنه أنت رح تحضري العجة وأنت رح تقلي البطاطا. ها؟ بالله شو؟ شفت بعينك لما قليت البطاطا شو صار؟ ليك الدليل قدامك. نازلي لا تنكري فضلي، جزء المهم بالطبخة أنا اللي عملته. دقيقة، شو الشيء المهم اللي عملته حضرتك؟ أول شيء سر نجاح هاي العجة هو التقطيع المتناظر والمميز للبطاطا. لا ما علمونا هيك شيء بالجامعة. الجامعة ما بتعلمك كل شيء. تستاهل اللي صار فيك. تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا. أهلا فيك. شكرا. أنا بصراحة جهزت قعدة لشخصين، كنت متوقع تيجي لحالك، ما قلتي لي إنه نورمان ممكن تكون معك. طبعاً أهلا وسهلا فيكي، نورتي. سعيد، نورمان كانت اليوم مزعوجة وتعبانة نفسيتها لهيك ما طواني قلبي إنه أتركها بالبيت لحالها. أكيد بتعرف إنه هاي الأيام منتشر الاكتئاب بين الشباب، وخفت إنه تساوي بحالها شي ما بعرف ممكن تنتحر يعني. مو معقول فتون، شو بتحبي تمزحي وتبالغي بالقصص؟ هلأ يمكن أنا بلغت شوي بموضوع الانتحار. بصراحة نورمان حبت تيجي تشوف بيتك من جوا وأنا ما قدرت إنه أكسر بخاطرة. مو أنت قلتي لي إنه حابة تشوفي بيت سعيد؟ شو بك احكي؟ إيه فعلاً أنا كتير كنت متشوقة أشوف بيتك، وما خليت فتون تيجي لحالها لأنه بخاف ضل لحالي، وطبعاً هي حنونة وقلبها طيب. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا استريحوا هون، أنا رح روح أحضر شي شغلة. شو بك؟ ليش هيك عم تتصرفي نورمان؟ لك لا تخليني ساوي لك اللازم. شو عم ساوي؟ بعدين مو شايفه شلون قالب وشو فيني؟ لا توجعي لي راسي، تصرفي مثل ما اتفقنا. انا ماني مجبوره اجي لهون واكل بهدله. والله اذا بتخجليني بشي تصرف سعيد بك. انا كتير معجبه بتصميم ونظافه بيتك، مستحيل يكون هاد بيت شاب مو متجوز. شكرا كتير، هذا من ذوقك. ايه فعلا بيتك كتير حلو يا سعيد، فرشه بدل انه صاحبه عنده لمسه فنيه. كلك ذوق. تفضلي، انا مبسوط انه حبيتي. اوعى تكونوا خجلانين مني، انا ماني غريبه تصرف على راحتكم، اعتبروني مو موجوده. ليكني ساكتك. انت شو قصدك بهالكلمه؟ ليش نحن شو ممكن نعمل اذا ما كنتي معنا؟ انتبهي لكلامك. انا اشتريت افلام، هدول هن، اذا بتحبي اختاري واحد منهم مشان نحضره سوا. يلا. ايه ليش لا. شو عم تساوي سعيد؟ معقول تشوف تلفزيون بهذا الوقت؟ ليش انتو امتى بتشوفوا؟
طيب إذا أنت مصمم أنه تشوف تلفزيون، شو رأيك نحط قناة للأغاني؟ بيعرضوا كليبات أغاني قديمة وأنا شخصياً بحب أنه أحضرها كتير. آه يعني ما بدك نشوف فيلم؟ بدك نسمع موسيقى. طيب أنت شو بتحبي تسمعي، عربي ولا أجنبي؟ أي شيء ما بتفرق، حط على أي قناة بتطلع بطريقك، المهم مو مسلسل. طبعاً كنت بفضل أنه بلا ما نشغله أساساً. شبكي حبيبتي فتون، شكلك مو مركزة بنوب، كيف بدنا نسمع أغاني بدون ما نشغل التلفزيون؟ لحظة موبايلي عم بيرن. هذا عزيز مديري السابق. سلميلي عليه. بيوصل سعيد. نورمان إذا سمحتي خلي جهاز التلفزيون معك وما تشيلي عن القناة. ألو عزيز؟ لا نازلي مو بالبيت، ما بعرف وين بتكون، بجوز تكون بالمطعم. هي أول وجبة بالمطعم. طبعاً ومن تحضيرك. وشو رأيك؟ مو سيئة بالنسبة لمبتدئ. ليش ما عم تاكلي لكان؟ مو حاسة بالجوع. أنا مبسوطة كتير لأنه قدرت أوصل لهون وساوي مطعمي. عن جد مبسوطة؟ إيه أنا بس فكر شو عملنا بهي الفترة بكون مبسوطة، بس وقت فكر ببكرة. لا تفكري، أنا على طول بقلك شو بدك ببكرة. اليوم هو المهم، خلينا نستمتع ونعيش اللحظة وننسى الهموم. بهاللحظة خلينا ما ندور على إجابات لأسئلتنا المتعبة، خلينا نروق ونسترخي وننسى كل شي. بتمنى لو بقدر ساوي هالشي وما خاف لا من بكرة ولا من شي تاني. وشو بيمنعك؟ أنا عم استنى إنه يجي الوقت اللي ما خافي. قضينا وقت كتير حلو ما هيك؟ طبعاً الفضل لقناة الأغاني. كان فينا بدل ما نقعد بالبيت ونحضر كليبات أن نروح على شي مكان بيحط موسيقى قديمة وننبسط مع بعض. لا يا روحي، هون أحلى بكتير. هي أول مرة أنا بيجي فيها عبيتك، وأول مرة منقضي وقت سوا ومنسمع أغاني قديمة. يعني أنا كنت خايفة ما أعرف أوصل، بس العنوان طلع ما بيضيع بنوب، رح أجي المرة الجاية وأنا مرتاحة. حفظت الطريق؟ إيه كتير منيح. طيب شو رأيكم إنه نشوف شوية أخبار على السريع لحتى نعرف شو عم يصير بهالدنيا؟ أنا بحط لك على القناة اللي بدك إياها، لا تعذب حالك. لا شكراً فتون، خليني حط. الله يوفقك يا سعيد. حياتي أنا بحط، خلاص. طيب مثل ما بدك. بشوفك بشروق الشمس، بشوف وشك على البحر، وبسمع صوتك مع النسمات. انتي شاغلتي لي تفكيري، وحتى صرتي جزء من حياتي كلها. عم حس انه في نار جواتي. انا كتير عم اتعذب وما عدت قادر اتحمل اكتر، ولهيك رح قلك كل يلي جواتي من دون خوف. انا بعشقك بجنون. غبي. يا حرام، كيف طاوعك قلبك تضربي هيك؟ فتون شو هاد؟ شو قصدك؟ ممكن تعيد السؤال أو توضح لي أنت شو بتقصد فيه بالضبط؟ بكون ممنونتك سعيد. السؤال واضح، مو هي أنت اللي طالعة بالتلفزيون؟ ايه مزبوط، كانت تجربة صغيرة وما بقى عيدها. تعرف أنا بحب أنه جرب كل شيء، بس طلع موضوع ما بيناسبني بنوب. زعلت؟ لا أبداً ما زعلت. لا عن جد طلع وشك حلو على الشاشة، بس والله زعلت كتير على طارق، حرام. فظيعة أنتي، لو طارق عدوك ما كنتي بتضربي بهالقوة، حرام عليكي. لو تعرفوا يا جماعة شو صار فيني وأنا عم مثل هذا الدور. كل ما يقل المخرج أقوى يوجعني قلبي من جوا على المسكين طارق. مو بيقولوا لازم تنسي أنك عم بتمثلي وتكوني طبيعية؟ وأنا كل ما يقل المخرج أقوى قوم فجر مواهبي على خده للمسكين. هاللحظة كأنه شايفتها. I've not traveled.
moons in the sky seem forever, but we know by and by that they fade just like some dream passing by. Love seemed like that before. يا ريتي وقف الزمن. شو قلتي؟ تمنيت أمي. إن شاء الله بتتحقق. أخيراً إجا يومنا الكبير. اليوم رح نفتتح سوا المطعم اللي تعبتوا فيه كتير واشتغلتوا فيه من قلبكم كل الوقت لحتى نوصل لهون. أنا بشكركم من كل قلبي لأنه قلكم الفضل الكبير إنه وصلنا لهالمرحلة بهالسرعة. شكراً ويعطيكم ألف عافية. أكيد لسه ما عنا الخبرة الكافية وفي قصص منحس حالنا لسه ما لنا جاهزين إلها. رح تواجهنا كتير مصاعب بس خلوا عندكم ثقة لأنه نحنا رح نكون إيد وحدة بكل خطوة ورح نساوي جهدنا ليكون مطعمنا الأحسن بالمنطقة. عم أحكي هذا الحكي لأنه واثقة فيكم. خلونا نبدل تيابنا ونبلش شغل. منقول شعارنا؟ يلا قربوا. واحد اثنين ثلاثة في واحدة. بتمنى التوفيق للكل. وشو كمان؟ طبق المعكرونة مع الريحان رح يجهز الأسبوع الجاي. هلأ عنا معكرونة بصلصة البندورة رح تاكلوا أصابعكم وراها. وإذا حابين تطلعوا من هون وأنتوا عم تغنوا وترقصوا جربوا معكرونة مع صلصة الفطر. تمام أنا بدي صلصة مع الفطر. تكرمي.
برأيك لو كترنا اليوم الدعوات ما كان أفضل من هيك؟ نازلي قال ما بده يوم الافتتاح يكون معجوب. الحق معه، بجوز خافت يصير مشكلة ماله محسوب حسابها. لا غلطانة، لو سمعت نصيحتي كنا أجلنا الافتتاح أسبوع كمان وكنا حضرنا حالنا وجهزنا بطريقة حلوة. واضح شريكتك ما عم ترد عليك مشان تعرف قيمتي يا أستاذ فريد. خالي؟ أهلين يا بطل. عم بحاول انسى هالموضوع بس ما عم بقدر. مو معقول يلي اسمه نعمان، شو غريب وشو شايف حاله وعلى الفاضي، وانا قاعد عم بحكي بموضوع مهم بيسالني شو شفت المباراه راكان بيك. مو معقول شو قليل ذوق هالرجال. شو بدك فيه راكان؟ تذكر انه علاقتك فيه هي علاقه شغله بس، ومو غلط انكم تزوروا بعض كل فتره. ايه معك حق، لازم نروح نشرب عنده فنجان قهوه، خلي فريد بيك يعرف انه نحن عنا شغل مهم تاني غير شركته يلي شايف حاله فيها، ما هيك؟ مزبوط. وإنه ممكن يطالع لنا مصاري أكتر بكتير من الشركة لأنه شغل خاص فينا. أعطاك بشير عنوان المكان اللي بدنا نروح عليه؟ إيه يا بيك. إيه ممتاز. لوين رايحين راكان؟ عندي شغلة صغيرة رح خلصها وأرجع على البيت. شغلة بهالوقت؟ هلأ بتشوفيها ديما بتخلص معنا فوراً. وصلنا؟ ايه راكان بيك وصلنا. استنى هون راكان. شو القصة؟ ولا شي، قلتلك في شغلة لازم ساويها قبل ما ارجع. راكان الله يخليك، لا تورط حالك بمواضيع مالك فيها ابدا. لا يا روحي، اكيد ما رح ورط حالي باي شي، بس في حساب لازم صفيه. راكان بس قلي نحن وين وشو جايين نساوي هون؟ نحن يا روحي جينا أقول لك تعالي. يلا تعالي. يلا جاي. يا بشير شوفي. هذا هو يلي خبر عنا للشرطة وخبر عن المستودع. لا يا بيك، والله مو أنا اللي عملت هذا الشيء. شو هالحكي؟ شو اسم الخاين؟ صالح. صالح، انت يلي وصلت. الاخبارية للشرطة؟ لا يا بيك، والله مو انا اللي اشتكيت عنك. راكان بيك الله يوفقك لا تقتلني. صالح الوحيد يلي ما كان موجود بيناتنا يا بيك. شو بحلف لك انه انا مالي ذنب يا بيك؟ انا عندي ولاد صغار، لا تقتلني. بوس رجلك يا بيك، انا بريء. صالح، انت تعرف رواية الجريمة والعقاب؟ شبك؟ طلع فيني وأنا محاكيك، لا تخاف،
اللي بتعرف الرواية؟ هي من أكثر الروايات اللي حبيتها أنا. في مقولة فيها مهمة بتقول بمعنى إنه كل مجرم لازم إنه ياخذ عقابه، وأنا هي المقولة هي مثلي الأعلى بحياتي. فيودور ميخايلوفيتش ديستويفسكي، تعرفوا شيء؟ راكان؟ قريت الرواية؟ لا. راكان؟ معناته رح تخليني أزعل منك. راكان، راكان، لا تقتله، الله يوفقك. شبك حبيبتي، ما في داعي للخوف أبدا، نحن هون كلنا منعرف بعضنا يا روحي. بشير، يوسف، أورهان، محمود، عيتاش، ما في بيننا حدا خاين وممكن إنه يوقعنا. الكل بوثق فيهم كتير منيح، لا تقلق بنوب. طيب أنتو تأكدتوا إنه هو اللي خبر عنكم؟ انت اكيد عم تمزحي يا روحي، يعني جايين بنص الليل وجايب معي رجالي لهون على مكان ما حدا بيعرف فيه لأطلع بروح الخاين اللي قدامك، وبعدك عم تسأليني اذا تأكدنا انه هذا الفاعل ولا لا؟ ها، الا اذا كان في شيء انت بتعرفيه وحابة تقولي لنا اياه، قصدي إذا عندك أي معلومة عن الموضوع قولي. وقتها منترك صالح يروح على بيته ولعنده أولاده، وأكيد ما رح يزعل مننا على حسن الضيافة. احكي، أنت بتعرفي شي؟ طيب معناته ولا صوت راس؟ لا لا تقتلني، الله يوفقك. راس ولا نفس، اسكت ولا حرف، ما بدي اسمع صوتك، عم تفهم؟ ولا نفس. ديما خانو، انا اليوم عشوي كانت الشرطة قتلتني او مسكتني، يعني انا نفدت بصعوبة، وطبعا انا ما رح اسكت وما رح اهدى لحتى اعرف مين اللي خانني، وطبعاً مين مكان هالشخص. أنا مستحيل سامحه لأنه خاني وبلغ عني، لهيك رح أوصو بين عيونه وما رح أغفر له هالذنب. بشير، تعرف شو لازم تساوي؟ ايه، وكمان قوص رصاصة تانية بعد شوي. البارود بتجنن، بتعرفي أنا عندي إدمان عليها. شو حلو ريحته حبي. بتعرفي مين اللي اكتشف البارود؟ مو هيك؟ الصينيين هن اللي اكتشفوه، وعن جد يشكروا لأنه اكتشاف خارق. بتعرفي شو حبي؟ لو ما قوصت اللي خاني مستحيل ارتاح، لأنه الخاين لازم ياخد جزاته.
ممتاز، وهي خلصنا منه. في شي حبي؟ بالأول كنت خايفة كتير راكان، بس الحق معك، لازم الكل يعرف إنه الشخص يلي بيخون راكان التمر رح يكون روحه، ومين ما كان يكون. أحسنتي ديما، هلأ صرتي تفهميني. تعالي تعالي لعندي، تعالي يا روحي، خلاص كل شي انتهى، ارتاحي. تحرك. أنا عن جد بشكركم، يعني مو معقول قديش كان الأكل طيب. اسطنبول كسبت طباخة كتير مميزة. شكراً على هالكلام الحلو، إن شاء الله نكون قد المسؤولية. صحة وهنا بالإذن. شكراً. إذنك معك. ايه اصحى بقى، منيح يلي مرقت هيك القصة. الفضل طبعا لراكان بيك. شكرا لكم معلم. اسمعني وبلا كترة حكي، كان ممكن انه يقدك، لانه هيك موضوع ما فيه مزح. كمان من هون ورايح اذا عرفت اي حدا رح يخبر عنا للشرطة تجي بتخبرنا فورا. حقدر معلم. يلا خدوه. صالح اوعك تنسى تقرا الجريمة والعقاب. شكرا لكم، الغنية اللي رح غنيها بهدية لأكثر ناس بحبهم وموجودين هون. Susamış suların akışı gibi Çaresiz gözlerin bakışı gibi Kapının ansızın çalışı gibi Akrebin ateşte yanışı gibi Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum Kaybolup giderken fırtınalarda Gönlümce bir ıssız Zada bulmuşum fark etmeden fark etmeden fark etmeden senin olmuşum fark etmeden fark etmeden fark etmeden senin olmuşum تسمحي لي بهي الرقصة جد عم تحكي Güneşin gölgede kalışı gibi Uykunu düşlere dalışı gibi Kalbimin nabzımda atışı gibi Bir yolun bir yere varışı gibi Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum Kaybolup giderken fırtınalarda Gönlümce bir ıssız Zada bulmuşum fark etmeden fark etmeden fark etmeden والله حاسه انه مو حلوه نرقص senin olmuşum fark etmeden fark etmeden fark etmeden senin olmuşum أنا ضروري كتير إني أطلع لأنه
عندي بروفا ولازم روح. عزيز يلا بدر، تأخر كتير الوقت، لازم نروح على البيت. يلا قوم خليني وصلك. ايه انا حبيت المكان معزلي من يوم ورايح، رح اجي لهون عطول، وكل ما اطلع من المدرسة رح قلن يجيبوني لهون قبل ما اروح على البيت. رح كون كتير مبسوطة اذا بتمر لعندي كل يوم حبيبي، شو بدي احسن من هيك؟ طيب شراكة رجل الأعمال فريد أصلان والطاهية الشابة الموهوبة نازلي بنار تجاوزت الليلة الامتحان الأول بنجاح. المكان غير مجهز بالكامل إلا أن قائمة الطعام مغرية. كانت الأمور عم تمشي مثل ما بدي، كيف تحولت القصص بهي الطريقة؟ ما عم بفهم أبداً. ألو، مرحبا. يعطيكم العافية وتصبحوا عافية. شرفتونا. شكرا، زورونا بأي وقت. بدكم أي مساعدة قبل ما أروح؟ شكرا فريد بيك، خلصنا لأنه خلص شغلك حسب توزيع المهام. إيه مزبوط، هلأ تذكرت الاتفاق اللي بيننا، أنتوا بتشتغلوا وأنا بعد المصاري. تصبحوا على خير. تلاقي الخير، مع السلامة. مساء الخير، أهلين فريد بيك. أهلين أنوار. وصلك شوية أوراق وحطيتهم جوا جنب الباب، من شوي وصلهم ساعي البريد. بهذا الوقت؟ إيه نعم. ماشي، شكراً لك. نازلي شو هاد؟ ما كنت عارفاني إنه الشغل بعد ما يروحوا الزباين أصعب بكتير من وقت ما يكونوا موجودين. فتون هيك الشغل إيش شو متوقعه؟
ميمار عم تشرف على الشغل تحت وقالت لي إنه فينا نروح ومنشوف بعض بكرة الصبح. شو بك؟ ليش مو مبسوطة؟ شو مشغول بالك؟ قولي لشوف. أصعب مرحلة بهالموضوع ضلت هلأ. شو قصدك؟ كنت مفكرة تجاوزنا أصعب مرحلة؟ لازم خبره لفريد. نازلي انسي الموضوع هلأ، أنت مانك هربانة من طريقه، خليكي مبسوطة هلأ وفكري قديش كان حلو اليوم. هذا هو الوقت المناسب لحتى خبره الحقيقة فتون. لازم واجهه وأحكي له لحتى أكون مرتاحة وما خاف من شي. مثل ما بدك، بس حاولي إنك تكوني قوية. يلا بشوفك بالبيت. بشوفك. جيت ورجيكي شغلة. هي الصورة تصورت بموبايل أختك نورمان. في حدا ترك صور بفلاشي قدام بيتي، وأنا وقت شفتهم نقلتهم لهون. الوثيقة اللي عرضوها راكان وديما وقت المحكمة. صورت ببيتي نازلي. واضح انه اختك صورتهم ووصلتهم لديما. نازلي، كان عندك معلومات عن هذا الموضوع؟ ايه عندي.